بص يا شباب، في سؤال كومباريزون مهم جدا. المنظمة الأولى سكيب صفحة 6 اللي هي القديم أول واحدة بتاعت الحصة اللي فاتت اللي هي نظيفة مش فيها شكل. برافو سكيرف يا اولاد، صفحة 6 سؤال كومباريزون مهم جدا، هتلاقوه برضو اللي معهوش الورق ده هتلاقوه في الكتاب صفحة 70. ايه ده يا عم انت؟ كومبير ما بين البروستاتيك جروب والكو انزايم. اكتب لو سمحت على بروستاتيك جروب مجموعة أساسية. صفحة كام؟ اكتب على البروستات الجروب مجموعة أساسية في الكتاب صفحة 70. صفحة كام في الورق؟ صفحة 6. اكتب يا ولاد على البروستات الجروب مجموعة أساسية. اكتب على كو انزايم عامل مساعد. لو أنت كتبت الكلام ده هتفهم إيه الفرق ما بين البروستات الجروب والكو انزايم. البروستات الجروب بيبقى دايماً مادة إن أورجانيك غير عضوية. يعني ايه غير عضويه؟ تحفظ الاورجانيك مع اخر حاجه، يعني دايما بتبقى ماده زي الميتال، معدن، ايرن، كوبر، ده دايما بيبقى البروستات الجروب. لكن الكو انزايم عكسه، بيبقى دايما ماده اورجانيك. تحفظ ماده كلمه اورجانيك مع اخر كلمه. زي ايه اورجانيك؟ زي يا اولاد الفيتامينز، خصوصا فيتامين بي. ما فيتامين بي ده يعتبر ماده عضويه اورجانيك. يبقى احفظ معايا تاني، يبقى الكو انزايم او اول حاجه البروستات جروب ده بيبقى ايه يا اولاد؟ ان اورجانيك زي مين على طول؟ ميتال. لكن يا اولاد الكو انزايم بيبقى شكله ايه؟ اورجانيك زي مين على طول؟ فيتامين بي كومبلكس. بعد كده بروستات جروب انا قلت لك دي مجموعه اساسيه، يبقى لما اقول لك مجموعه اساسيه يبقى ماسكه ازاي في الانزايم؟ فيرملي اتاتشد تو ذا انزايم. يعني ايه فيرمال اتاتشد تو ذا انزايم؟ يعني ماسكه بشده جدا في الانزايم. بما انها ماسكه بشده جدا في الانزايم يبقى ينفع ان انت تفصلها من الانزايم؟ لا، يبقى دي نون دايلايزابل، يعني لا تستطيع انك تفكها من الانزايم. يبقى هتحفظ النقطتين دول مع بعض، فيرمال اتاتشد تحفظها مع مين؟ مع نون دايلايزابل. لكن عكسها كو انزايم، ده عامل مساعد، يعني يا دوب يجي يساعد الانزيم ويمشي. يبقى بالمنظر ده فيرملي ولا لوزلي اتاتشد؟ يبقى لوزلي يعني ماسك بضعف، لانه يا دوب يجي يساعد الانزيم ويروح مكانه يمشي. طب يا شباب بما انه لوزلي اتاتشد يبقى ده دايلايزابل ولا نان دايلايزابل؟ دايلايزابل. يعني ايه دايلايزابل؟ يعني سهل انك تفكه من الانزيم. طب البروستاتيك جروب دي دايما بتبقى ميتال، والمعدن زي الحديد لو سيادتك سخنته يبقى يسخن معاك، يبقى ده سيرمولابايل. يعني ايه سيرمولابايل؟ يعني بيتاثر بالحراره، لكن الاورجانيك كومباوندز زي الفيتامين بي كومبلكسز دي يا اولاد ما بتتاثرش بالحراره، دي سيرمو ستيبل. مره ثانيه عشان ديفيد، يلا يا اولاد بقى، يبقى عندنا بروستاتيك جروب وعندنا كو انزايم. ايه؟ تخلصت الملعب يا دكتور. بروستاتيك جروب يا اولاد على شرحت تاني في صفحة 6 يا ديفيد، يلا في الملزمة اللي فاتت في سؤال الكومباريزون ما بين البروستاتيك جروب والكو انزايم. اكتبوا يا اولاد تاني، قلت لكم على بروستاتيك جروب يعني مجموعة أساسية في الكتاب صفحة 70. كو انزايم يعني عامل مساعد. تاني يا اولاد بروستاتيك جروب مجموعة أساسية، دي بتبقى ان اورجانيك، تحفظوا ان اورجانيك زي ايه؟ زي متا. لكن الكو انزايم دي مادة اورجانيك، اورجانيك زي ايه؟ زي فيتامين دي. قلنا يا اولاد ان البروستاتيك جروب ده اللي هو المجموعه الاساسيه دي يا شباب بتبقى مجموعه اساسيه بقى فيرملي اتاتشد وفي نفس الوقت نون دايلايزابل، يعني ما ينفعش انك تفكها من الانزايم. لكن الكو انزايم بيبقى لوزلي اتاتشد، بيبقى يا اولاد ماسك بضعف، وفي نفس الوقت تقدر انت تعمله دايلايزابل، يعني تقدر انت تفكه من الانزايم. لكن البروستاتيك جروب سيرمولابايل والكو انزايم سيرموستيبل. بصوا بقى يا شباب، هتلاقوا اسمعوني يا اولاد، هتلاقوا في الورق الجديد انا زودت لكم حته بس في الورق اللي هو الورقتين اللي الاكسترا دول، هتلاقوا في سؤال الانيوميريت في الورقتين الاكسترا في السؤال رقم 5 و6 و7 و8 و9 زودت لكم بس انواع الكو انزايمز بتاعتنا. احنا يا اولاد الكو انزايمز بتاعتنا
نوع من اتنين، يا اما نوع يكرر الهيدروجين وده اهم نوع، يا اما انواع تانية ليها شغلانات تانية هنعرفها. هتتسال في الامتحان انيوميريت كو انزيمز بنستخدمها كهيدروجين كارير. يعني ايه هيدروجين كارير؟ يعني لو في انزيم بيشتغل كانه دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز يعني ريموف هيدروجين من المركب اللي اشتغل عليه. هيسلم الهيدروجين ده لمين؟ يسلمهم لحاجه من اربعه، يا ناد يا ناد بي يا فاد يا اف ام ايه. تاني اسميهم ايه يا ولاد؟ ناد او ناد بي، فاد او اف ام ان. هتلاقوا في الكتاب، لا ده الاختصارات، ما لو عرفت بقى الاسماء الاساسيه. بص يا شباب، هتلاقوا في الكتاب كل مركب من دول معمول منين. فانا ممكن اسالك في الامتحان سؤال جديد بقى ما جاش قبل كده خالص، قول لي الاستراكشر بتاع الناد او الاستراكشر بتاع الناد بي او الاستراكشر بتاع الفاد او الفاد او الاف ام اي. بصوا يا شباب، انا عايزكم تفهمون معايا عشان نخلص الكلام ده. الناد ده يعني اختصار لحاجه اسمها ايه؟ كوك. لسه سيو كيو معانا ولا لا؟ لسه. نيكوتين اميد ادينين داي نيوكليوتايد. انا هحفظ الاسم كل ده. الناد تاني، ما يا ولاد اسمعوني بس عشان نفهم. تاني الناد تاني اسمه ايه؟ نيكوتين اميد ادينين داي نيوكليوتايد. يعني ايه كلمه داي؟ يعني اتنين. داي نيوكليوتايد يعني معمول من كام نيوكليوتايد؟ اتنين. فاكرين في اول حصه خالص قلنا النيوكليوتايد دي عباره عن ايه؟ تعالوا نفتكر. اي نيوكليوتايد في الدنيا عباره عن نيتروجينس بيس ماسك معاها بنتوز شوجر ماسك معاها فوسفيت. لما انا اقول لك دلوقتي انت عندك داي نيوكليوتايد يبقى انت محتاج كام نيوكليوتايد؟ واحده ولا اثنين؟ اثنين. يبقى برضو الناحيه الثانيه تجيب لي لو سمحت نيتروجينس بيس زائد بنتوز زائد فوسفيت تشبكهم مع بعض، يبقى انت كده عملت كام نيوكليوتايد؟ اثنين. بصوا بقى يا شباب، الناد ده فعلا عباره عن اثنين نيوكليوتايد، شكلهم ايه؟ النيتروجينس بيس في اول نيوكليوتايد اسمها نيكوتيناميد. واحد هيقول لي طب انت ما قلتلناش عليها خالص. ايوه يا اولاد، النيتروجينس بيس اللي احنا بندرسها لكم دي نيتروجينس بيس اساسيه في الدي ان ايه والار ان ايه، لكن نيكوتيناميد ده في الكيمياء العضويه بيقولوا عليها نيتروجينس بيس، وانت مش هتدرسها الا هنا وبس. يبقى نيكوتيناميد، وخلي بالك ده مش النيكوتين بتاع السجاير، عشان اللي يقول السجاير مفيده، ده حاجه وده حاجه. فاكرين ايه النيكوتيناميد ده؟ فاكرين مين هو الناد ده اصلا؟ ده كان الاكتيف فورم بتاع فيتامين مين؟ بي 3. يقول لك النيكوتيناميد ده يعتبر نيتروجينس بيس. تجيب لي نيكوتيناميد زائد شوجر اسمه رايبوز زائد فوسفيت، ادي كده عملت نيوكليوتايد واحد. الناحيه الثانيه تجيب لي نيتروجينس بيس اسمها ادينين زائد شوجر اسمه رايبوز زائد فوسفين، يبقى انت كده عملت نيوكليوتايد ثاني. يبقى توتالي دلوقتي انت عندك كام نيوكليوتايد؟ اثنين. سميناهم ايه التو نيوكليوتايدز دول؟ واحده بادئه بنيكوتيناميد، ثانيه بادئه بادينين، فرحنا مسمينهم ايه؟ نيكوتيناميد ادينين داي نيوكليوتايد. يا ترى الاستراكشر بقى بتاع الناد ده ايه؟ تعالوا بقى نشوف. يبقى يا شباب انت ما تحفظش كتير، احفظ ان اسمه ناد. ليه؟ عشان تعرف اول حاجه ده معمول من ان، ان دي اختصار لايه؟ نيكوتيناميد. يبقى الان دي اختصار لمين يا اولاد؟ نيكوتيناميد. تاني حاجه ايه؟ يبقى ده معمول منين؟ ادينين. وده توتال فيه كام شوجر؟ اتنين. يبقى الاتنين اسمهم ايه؟ رايبوز. وفيهم كام فوسفيت عشان اعمل نيوكليوتايد؟ اثنين. يبقى الناد ده بسهوله جدا معمول بقى منين؟ يلا ايه الاستراكشر بتاعه؟ اول حاجه مين؟ نيكوتيناميد. تاني حاجه مين؟ ادينين. تاني حاجه كام رايبوز؟ اثنين رايبوز. كام فوسفيت؟ اثنين فوسفيت. هو دكتور حرف الدي اثنين. الدي عشان داي نيوكليوتايد. داي. يبقى عندك اثنين رايبوز واثنين فوسفيت. بص بقى يا شباب. ناد بي. والله العظيم هو هو بالظبط. بس زيادة عليه كمان واحدة ايه؟ فوسفيت. يبقى لما تيجي تحفظ الناد بي ده معمول منين؟ برضه نيكوتيناميد زائد ادينين زائد اتنين رايبوز، بس المرة دي زائد كام فوسفيت؟ بدل اتنين يبقى ايه يا ولاد؟ تلاتة فوسفيت. اشمعنى تلاتة فوسفيت؟ عشان ده اسمه ناد بي، يعني في زيادة عليه مين؟ فوسفيت. طب
بعد كده في عندنا حاجه اسمها اف ام ان فلافين مونو نيوكليوتيد. مين شاطر يقول لي سمع عنه فين الحصه اللي فاتت؟ ده الاكتيف فورم بتاع مين؟ فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 قلنا الاكتيف فورم بتاعته اف ام ان وفات. يا شباب الاف ام ان مونو نيوكليوتيد مون، يبقى ده معمول من كام نيوكليوتيد؟ واحد. ازاي؟ يلا نفتكر اي نيوكليوتيد في الدنيا شكلها ايه؟ نيتروجينس بيز زائد مين؟ بنتوز زائد مين؟ فوسفيت. هنا المره دي اسم النيتروجينس بيز على اسم النيوكليوتيد اسمه ايه؟ فلافين. يبقى ده معمول منين؟ فلافين. الشوجر هنا بقى مش رايبوز، الشوجر هنا يا ولاد بيبقى رايبيتول. يا ده احنا سمعنا عنه زمان في الترم الاولاني، مش مهم، ده اللي هو الالكحول بتاع الرايبوز، ده اسمه يا ولاد رايبيتول وفوسفيت. يبقى الاف ام ان ده معمول منين؟ فلافين. والشوجر الكحول بتاع الرايبوز اللي اسمه رايبيتول وكمان مين؟ فوسفيت. طب فات ايه الفات ده؟ فلافين ادينين داي نيوكليوتيد. انت هتقول لي ما دام داي نيوكليوتيد يبقى ده معمول كام نيوكليوتيد؟ اتنين. بصوا هتكتبوها كده سواء في الكتاب او هنا عشان ما تحفظوش كتير، اكتبوا يا اولاد ان الفلافين ادينين داي نيوكليوتيد ده معمول كام نيوكليوتيد؟ اتنين، صح؟ واحده هتلاقوا مكتوب عندكم في الكتاب اسمها اي ام بي. فاكرينها الاي ام بي بتاعت المره اللي فاتت اللي هي ايه؟ ادينوزين مونو فوسفيت. وواحدة تانية هتلاقي الكتاب حب يغلس عليك، قال لك دي معمول من حاجة اسمها رايبوفلافين زائد فوسفيت. ايه الرايبوفلافين زائد الفوسفيت ده؟ اكتب لنفسك كده ان الرايبوفلافين زائد الفوسفيت المقصود بيه اف ام ان. ما هو يا ولادي الاف ام ان ده للأسف ليه اسم تاني، اسمه التاني ايه؟ مش ده فلافين ماسك مع رايبيتول؟ فعشان كده راحوا مسمينه اسمه التاني ايه؟ رايبوفلافين وكمان معاه مين؟ فوسفيت. فخط كده تحت الرايبوفلافين زائد فوسفيت اكتب عليها تساوي مين؟ اف ام ان. يبقى انت كده عملت كام نيوكليوتيد؟ اتنين. مين الاثنين نيوكليوتيد دول؟ واحده اسمها اي ام بي، الثانيه اسمها اف ام ان. مين الاف ام ان دي يا ابني؟ اللي هي رايبوفلافين زائد ايه؟ فوسفيت. دي حته زياده كده عشان احتياطي لو حبينا نسال فيها. بصوا يا شباب ارجعوا لي بقى للملزمه برضو بتاعت المره اللي فاتت. هنتسال في الامتحان. عمد الباشا بيقول فرخه كده. في صفحه اتنين. صفحه اتنين. ماشي. ممكن يتسال صفحه اتنين في الملزمه القديمه بقى. اللي هي بتاعت السكيرت اللي هي اولها سكيرت. بصوا يا شباب اسمعوا، ممكن يتسال في الامتحان قول لي اثنين داي نيوكليوتايد. هنا حدد لك قول لي اثنين داي نيوكليوتايد نستخدمهم كو انزايم. مين الداي نيوكليوتايد اللي احنا خدناه من كل القصه دي؟ اثنين اللي هما الناد ومين؟ والناد بي وكمان والفات. تاني مين ومين ومين؟ عندكم ناد وناد بي وكمان مين؟ فات. فات حاجه اسمها فلافين ادينين داي نيوكليوتايد. يبقى انت عندك كام نيوكليوتايد؟ اول واحده اسمها ادينوزين مونو فوسفيت، ده اسم نيوكليوتايد. تاني واحده النيوكليوتايد الثانيه اسمها اف ام ان، بس احنا بدل ما نقول اسمها اف ام ان حبينا نفصصها قلنا لك دي اسمها رايبوفلافين زائد فوسفيت. معلش يا ولاد اكتبوا بخط ايديكم بقى الكلام ده. اكتبوا فين؟ اكتبوا في صفحه اتنين بره. فين بره؟ فوق في الفراغ هنا يا ولاد في صفحه اتنين. ماشي. اكتبوا كو انزايم يوزد ان اي تي سي الكترون ترانسبورت تشين. الكو انزايم اللي بنستخدمه في الالكترون ترانسبورت تشين اسمه كو كيو. صفحه كام في الكتاب؟ صفحة 70 في الكتاب. تاني هتتسال في الامتحان مثلا قول لي كو انزايم يوزد ان اي تي سي. ايه الاي تي سي ده؟ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت لو تفتكروا فاكرين، اللي هي الكترون ترانسبورت تشين اللي احنا هناخدها السنه الجايه ان شاء الله بتاعت تصنيع الاي تي بي. تاني حاجه
اكتب بس كو انزيم يوزد ان فاتي اسيد اكتيفيشن اسمه كو اش اللي هو الكو اي. فاكرين مين الكو اش ده؟ اللي هو مين شاطر يكتب؟ بحاجه ايوه برافو عليك. الاكتيف فورم بتاع البنتوزينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 5. يبقى بس اكتب لي الكلام ده عندك بقى. يبقى تاني بقى يبقى كل الكو انزيمز اللي عندنا سته. مين السته دول؟ اربعه هيدروجين كارير. مين الاربعه هيدروجين كارير؟ ماد ماد بي فاد اف ام ام. واثنين بنستخدمهم واحد اسمه هو ايش؟ يوز ذا ان فاتي اسيد اكتيفيشن. هو الكلام اللي بتاع الفاتي اف اي يبقى يلا يا ولاد. اول واحد كو انزيم يوزد ان اي تي سي اسمه كو كيو. كو انزيم يوزد ان اف اي. اف اي دي يا بنتي يعني فاتي اسيد اكتيفيشن اللي هو ايه بقى؟ كو اتش. كو اتش يا شباب. يبقى انت عندك ستة كو انزيم احفظوا معايا. في اربعة بنستخدمهم كهيدروجين كارير اللي هم مين؟ ماد وناد بي فاد واف ام ان. واثنين تانيين اسمهم كو. واحد اسمه كو كيو والتاني اسمه كو اش. الكو كيو ده بنستخدمه في الالكترون ترانسبورت تشين. الكو اش بنستخدمه في الفاتي اسيد اكتيفيشن. يا دكتور هو الناد والفاد الكلام ده فين؟ ان فين؟ فين هنا بالظبط؟ انا هكتبه ولا لا؟ الناد والفات دول هتلاقيهم في الورق اللي هو بتاعت المنسمة. فين الورق؟ اللي هو شكل المنسمة الثانية اللي انت بتقول ايه؟ اه. صفحة رقم 5 و6 و7 و8 و9. سامع دور عليه مش بعد كده عندنا سؤال كيف انا اتكونت هم؟ سؤال مهم. نفس الورق؟ اه خلاص بقى نفس الورق يعني. اللي هو هتلاقوا السؤال ده اللي هو ميكانيزم ميكانيزم اوف انزيم اكشن اللي هو صفحة 4. تاني يا ولاد اسمعوا يا شباب يلا. صفحة 4 كيف انا اتكونت هم؟ ميكانيزم اوف الانزيم اكشن. صفحة 4 في الورق القديم. بص يا شباب عايزين نفهم هو ازاي الانزيم بيشتغل. الحصة اللي فاتت قلت لكم معلومة مهمة جدا ركزوا معايا. لو عندنا مادة A زائد B تتحول لمادة تانية C زائد D. فاكرين زمان الـ A والـ B دول سميناهم ايه؟ رياكتانتس. يعني ايه رياكتانتس؟ يعني متفاعلة. الـ C زائد D دول اسمهم ايه يا ولاد؟ برودكتس نواتج. ازاي الرياكشن بيحصل؟ تبقوا يا ولاد لو انا عندي الـ A والـ B دول عاملين كده زي القلم وغطى القلم، انا لازم اعمل ايه؟ لازم احرك، لا اهم حاجه لازم احرك الـ A والـ B القلم وغطى القلم عشان يتقابلوا مع بعض. فاول ما يتقابلوا مع بعض تنشا ما بينهم روابط جديده. لما تنشا ما بينهم روابط جديده يتحولوا من كونهم رياكتنز لحاجه اسمها برودكتس. طب انت عمال تقول لي دي في طاقه لازم تحركهم وبعد ما تحركهم تخليهم يتقابلوا مع بعض. اسم النوع ده من الانرجي اسمه يا ولاد اكتيفيشن انرجي. يعني ايه اكتيفيشن انرجي؟ طاقه التنشيط. المشكله لو انت بتعمل الرياكشن ده بره الجسم الاكتيفيشن انرجي اللي انت محتاجها بتبقى دايما ان ذا فورم اوف هيت في صورة حرارة. عشان كده زمان في الثانوية العامة أي رياكشن كنتوا بتاخدوه كنتوا على السهم بترسموا إيه؟ مثلث. المثلث ده إيه؟ هيت. ليه دايما هيت؟ عشان أنا لازم عندي أكتيفيشن إنرجي. إيه سرعة التفاعل دي؟ يعني يخلي أصل الرياكتنس تتحرك وتتقابل مع بعض. هل يعقل إن جوه جسمنا كل رياكشن نعمله نبقى محتاجين له هيت؟ لا طبعا.
عشان كده يا شباب ربنا خلق لنا الانزيمز. الانزيمز دي عباره عن بروتين زي ما قلت، بيبقى فيها جزء اخدتوه السنه اللي فاتت اسمه اكتيف سايت. فاكرين الكلام ده في الثانويه العامه؟ ايه الاكتيف سايت ده؟ هنتكلم عليه بعد شويه. ده مكان عامل كده زي كان يا ولاد ايدي دي الانزيم وكان صوابعي دي الاكتيف سايت. يعني خلي بالك مش كل حته في الانزيم بتشتغل، لا في جزء معين في الانزيم يشتغل اسمه الايه؟ اكتيف سايت. الاكتيف سايت ده يمسك الرياكتنتس دي ويقربها من بعض. فلما يقربها من بعض يبقى بالمنظر ده الاكتيفيشن انرجي محتاجها تبقى كتيره ولا قليله؟ قليله جدا. ده انت يا دوب بقى محتاج انرجي خفيفه قوي 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 عشان تخلي المركبات تمسك مع بعض بروابط جديده. يبقى المين فانكشن بتاعت الانزيم، واهم كلمه عن الانزيم ان المين فانكشن بتاعته يا اولاد انه بيلور الاكتيفيشن انرجي. يبقى ازاي يا اولاد الانزيم بيشتغل؟ عن طريق انه بيلور مين؟ الاكتيفيشن انرجي. بيقللها. يبقى المنظر ده هل انا محتاج هيت عشان الرياكشن يحصل جوه الجسم؟ لا. ليه قللها ليه؟ انا عايزكم تفهموا هو قللها ليه؟ لان هو قرب الرياكتنس منين؟ من بعض. يبقى هل انا كده محتاج طاقه تاني؟ لا. دي المركبات دي يا شباب، بص ده مركبين اتنين الهيت. المركبين دول يا دي انا حاططهم كده في المعمل عندي على الترابيزه، ينفع يتحركوا ويتقابلوا مع بعض؟ طب انا احركهم ازاي في المعمل؟ لو انا سخنتهم يبقى انا كده بديهم انرجي، حاجه اسمها كاينيتك انرجي. فلما اديتهم كاينيتك انرجي اتحركوا واتقابلوا مع بعض وعملوا رياكشن. جوه الجسم ينفع كل رياكشن اديله هيت؟ لا، لان اكيد جسمنا مش هيحتمل الهيت الكتير. الانزيمز دي بروتين. اي بروتين ده بيبقى ليه 3 دي شيب. ال 3 دي شيب ده يخليه انه يمسك الرياكتنس يمسك فيها عن طريق الاكتيف سايت ده. يعني هنا زي مثلا الاي والبي مسكوا مع بعض في الاكتيف سايت ده وقربهم من بعض. فلما قربهم من بعض بالمنظر ده يا اولاد يبقى الاكتيفيشن انرجي اللي انا محتاجها. هل انا محتاج اصلا اكتيفيشن انرجي؟ لا، تبقى مقدارها قليل جدا جدا. بصوا بقى هو بيحل حاجه تاني، بيحل مكان الهيت. كانوا بيحل محل الهيت. بس بصوا بقى في الكتاب بقى رحنا شرحناها لك بطريقه ايه؟ بيقول لك بقى بالمنظر ده ان عشان الرياكشن يحصل، بص عشان الرياكشن يحصل السبستريت. ايه السبستريت ده؟ اكتب على السبستريت الماده التي يعمل عليها الانزيم. في صفحه 4 يا اولاد اكتب مكتوب لك فور ذا رياكشن تو كير ذا سبستريت. اكتب على كلمه سبستريت دي الماده التي يعمل عليها الانزيم. يقول لك عشان الرياكشن يحصل لازم السبستريت يبقى موجود ان هاي انرجي. يعني ايه كلمه هاي انرجي اللي انا كتبتها في الكتاب دي؟ يعني يا اولادي ان معناها ان انا اديت السبستريت طاقه عاليه، فلما اديته طاقه عاليه حصل له ايه؟ اتحرك. فيقول لك فور ذا رياكشن تو اوكير ايه؟ السبستريت ده لازم يكون موجود في هاي انرجي. معنى ايه انه في هاي انرجي؟ يعني كانك بالبلدي كده مسخنه. يعني كانك بالبلدي كده اديت له انرجي الاكتيفيشن انرجي عشان يا اولاد تحركهم ويتقابلوا من بعض. طبعا الاكتيفيشن انرجي دي يا شباب اللي انا محتاجها كنا قلنا دي بره جسمنا ان ذا فورم اوف هيت، لكن الحمد لله جوه جسمنا الانزيمز هي اللي بتحرك السبستريت، فبالمنظر دي هي اللي بتقلل الاكتيفيشن انرجي. حاجه ثانيه اتفقنا، اي انزيم في الدنيا اي مكان يشتغل فيه ولا لازم الاكتيف سايت او اكتيف سنتر؟ اكتيف سايت او اكتيف سنتر. اكتب على اكتيف سنتر ده سؤال ديفاين مهم يجي لك في الامتحان. سؤال ديفاين ايه الاكتيف سنتر او الاكتيف سايت ده؟ بصوا يا شباب ده مكان موجود. يا ريت بص يا ولاد يا ريت ترسموا الرسمه دي عشان تعرفوا ايه الاكتيف سايت. ده الانزيم، ده السبستريت اللي اتفقنا عليه كلمه سبستريت يعني الماده التي يشتغل عليها الانزيم. يقول لك لازم يبقى في مكان كده مخصوص للسبستريت. يعني لو السبستريت مدور يبقى المكان ده عامل زي الحفره، لو مربع يبقى عامل مثلا زي المربع.
ده اللي هي نظريه انتوا خدتوها زمان فاكرين اللي هي لوك اند كي. ايه اللوك اند كي دي؟ اللي هي نظريه القفل والمفتاح، كان الانزيم والسبستريت كان العلاقه بينهم زي القفل والمفتاح. المهم يقول لك بقى يبقى بالمنظر ده الاكتيف سايت ده يعتبر سبيسيفيك سايت او سبيسيفيك ستراكشر يا شباب موجود على السيرفيس اوف الانزيم، وظيفته انه يبقى فانكشنالي مور امبورتنت. ده ليه وظيفه اهم من اي جزء تاني في الانزيم. ليه؟ عشان هو ده يا اولاد اللي بيخلي الانزيم يبايند ويز السبستريت. فلما الانزيم يبايند ويز السبستريت يعمل حاجه اسمها انزيم سبستريت كومبلكس. تاني هقولها تاني، يبقى الاكتيف سايت ده عباره عن سيرتين اريا، يعني مكان معين موجود على السيرفيس اوف الانزيم، موجود على سطح الانزيم، بيبقى دايما من بره. ده مكان في منتهى الاهميه، ده بيبقى فانكشنالي فيري امبورتنت، ده اهم مكان في الانزيم، هو ده المكان اللي بيشتغل في الانزيم فعلا. هذا المكان يا شباب بيبايند او يونايت مع السبستريت، فلما يمسك مع السبستريت يعمل حاجه اسمها انزيم سبستريت كومبلكس، يعني يبقى هما الاثنين وحده واحده عشان بعد كده الانزيم يشتغل على السبستريت وبعد كده يحوله الى برودكت. بعد كده يا ولاد في حاجه عندنا اسمها النظام انزيمز، ودي بقى مهمه قوي ممكن تيجي لوحدها. النظام انزيمز يا شباب بتبقى سكريتد في صوره ان اكت، يعني في صوره غير نشط، تبقى تفرز في صوره غير نشط واحنا عايزين نعملها اكتيفيشن. تاني بصوا يا شباب انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني الميكانيزم اوف انزيم اكشن صعب ان انا اجيبه لكم سؤال، يعني صعب ان انا اجيبه لكم سؤال كده بالكامل. فيا شباب ممكن نحط فيه يعني ايه اسئله كده اجزاء. الاجزاء دي يا اولاد اللي ممكن اول حاجه اقول لك ديفاين الاكتيف سايت، ممكن نقول لك لا اتكلم على الاكتيفيشن اوف سام انزيمز او اكتيفيشن اوف زيموجين، دي هنعرفها دلوقتي. بصوا يا شباب ايه قصه اكتيفيشن اوف زيموجينز او سام انزيمز؟ احنا اتفقنا ان الانزيم عشان يشتغل لازم يبقى في مكان اسمه اكتيف سايت. تخيلوا معايا لو في انزيم في حته بولي بيبتايد تشين قافله الاكتيف سايت ده، بالمنظر ده الانزيم ده ينفع يشتغل ولا ما ينفعش يشتغل؟ هنسمي الانزيم ده اللي فيه حته بولي بيبتايد تشين عامله ماسكينج مخبيه الاكتيف سايت نسميه ان اكتيف انزيم، او اسمه التاني برو انزيم يعني ما قبل الانزيم، او اسمه الثالث زيموجين. اتلغى؟ في حاجة اتلغت. وقلب الثاني في مدور. في اللي هو الحاجة اتلغت. ايوه. بيقول لا هي الاكتيفيشن اوف برو انزيم يعني مش عارف عشان حاجة برو انزيم. ايوه والله يا دكتور ما هي انا بقول لك يا عم انا بقول لك ايه؟ شفت نفسك يا دكتور؟ ايوه والله يا دكتور. ديفيد. ديفيد. دكتور الامتحان ده واقف عليك. على مامتك؟ اه خلاص يا اكس صغيره. طب بصوا يا شباب بعد كده في حاجه اسمها فاكتورز، بس يبقى خلي بالكم. بصوا يا شباب يبقى خلي بالكم من السؤال بتاع الديفينيشن بتاع الاكتيف سايت. خلي بالكم من السؤال بتاع الديفينيشن. بس رقم 3 دي ما اتغيرش. السؤال بتاع الاكتيف سايت ده ايه؟ الاكتيف سنتر. الاكتيف بس اللي ملغي جنبه اكزام.
الثلاثه بس اللي موجوده ولا يا شباب فاكتورز افكتنج الانزيم اكتيفيتي. اكتب جنب هتلاقي في الكتاب حاجه اسمها النيتشر اوف انزيم فاول فاكتور او ايزو انزيم ده هتلاقيني جايبه لك سؤال ديفاين في منتهى الاهميه برضو ده ديفاين مهم جدا 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 جدا, جدا. اهم كمان من الاكتيف سايتش. يلا ايه ده المهم ده؟ ايزو انزيم في صفحة واحد في الورق. صفحة واحد في الورق اخر سؤال في الديفينيشن. حاجة اسمها ايزو انزيم او ايزو زايم. ايزو يعني متشابه. فايزو انزيم او ايزو زايم يعني معناها انزيمز متشابهة. انزيمز متماثلة. ركزوا بقى معايا يا ولاد. في عندنا انزيم هتعرفوه ان شاء الله في سنة تانية اسمه لاكتيت ديهايدروجينيز. يا ولاد بصوا معايا هنا. واضح من اسم لاكتيت ديهايدروجينيز يعني بيعمل ايه؟ بيشتغل على مركب اسمه لاكتيت وبيشيل منه كام هيدروجينه؟ 2 هيدروجين. يقول لك والله اللاكتيت ديهايدروجينيز ده فيه منه انواع كتير يعني مش وان انزيم. في منه 5 انزيمز 5 انواع من اللاكتيت ديهايدروجينيز بيعملوا نفس الرياكشن. فنسمي 5 انواع بتاعت الانزيمز اللي يعملوا نفس الرياكشن ايزو انزيم. ايزو يعني ايه؟ اكتب على ايزو يعني متشابه متماثل. انزيم يعني انزيمز ايه؟ متشابهه يعني انزيمز شبه بعضها. يعني قصدي اقول لك دي مجموعه من الانزيمز بتشترك في خاصيه واحده بس. ايه الخاصيه واحده بس دي؟ انهم بيكاتالايز ذا سيم رياكشن. لكن غير كده هم مختلفين في كل حاجه. هم مختلفين في الاستراكشر في التركيب. ايه؟ ايه يا ولاد؟ عايز تسمع كاتالايز يعني ايه؟ كاتالايز يعني يحفز يعني يعمل التفاعل. ايه؟ معقول كده يا يا ولاد الايزو انزيمز بيكاتالايز دول مجموعه من الانزيمز بيكاتالايز ذا سيم رياكشن يعني بتعمل يعني هم مشتركين في خاصيه واحده انهم بيعملوا نفس الرياكشن لكن مختلفين في كل حاجه في الاستراكشر التركيب البروبرتيز الخصائص والريت اوف انزيم اكتيفيتي زيكم كده. ايه زيكم كده يا ولاد؟ انتوا كلكم اسمكم ايزو طلبه. يعني ايه ايزو طلبه؟ يعني انتوا دلوقتي دكاتره في سنه اولى في علاج طبيعي يبقى عندكم وان فانكشن. ايه الوان فانكشن دي؟ كاتالايز ذا سيم رياكشن ان انتوا تنجحوا. برافو عليك. تذاكر لكن بقى ديفرنت في كل حاجه. اولا في التركيب استراكشر في ميل وفي فيميل. ثانيا البروبرتيز الخصائص. في واحد اقول له يا ابني ذاكر كويس واحد تاني يقول له لا سيبك ما تذاكرش انت صائد صائد. ايه الخصائص يا ولاد؟ ثالث حاجه الريت اوف انزيم اكتيفيتي. واحد يا ولاد بسم الله ما شاء الله يمسك الورق ده يبص فيه يحفظه ويدخل الامتحان يطرش. واحد تاني مهما مسك الورق ده وقعد يقرا فيه 10 مرات مش فارقه برضه يا ولاد هيخش الامتحان مش فارقه. يبقى ده الريت اوف انزيم اكتيفيتي. يبقى ده يبقى يا ولاد الايزو انزيمز تاني احفظوا بقى معايا عشان الديفينيشن ده مهم جدا. يلا دي انزيمز بتكاتالايز سيمي رياكشن. يبقى هي الاونلي بروبرتي المشتركين فيها انهم بيكاتالايز سيمي رياكشن بس ديفرنت. اول حاجه فين؟ في الاستراكشر. ولاد وبنات افتكروها كده. ديفرنت تاني حاجه فين؟ في البروبرتيز. واحد يحب المذاكره واحد يكره المذاكره. ماشي. تالت حاجه ديفرنت فين؟ في الانزيم اكتيفيتي الريت اوف انزيم اكتيفيتي. واحد يذاكر بسرعه واحد يذاكر ببطء. طب الامثله بقى مهمه جدا. هتلاقوا الامثله دي في صفحه 2 في الانيوميريت. قول لي يا ابني مثال على وان ايزو انزيم. عندنا الايزو انزيم الوحيد ال دي اتش. ال دي اتش ده لاكتيت دي هيدروجينيز. تكتب ال دي اتش تاخد الدرجه. اشمعنى كاتب لك اختصاره في الكتاب كده؟ ال دي اتش لاكتيت دي هيدروجينيز انزيم. بس عايزين نعرف انواعه. ركزوا بقى معايا قوي. ال دي اتش ده عباره عن وركزوا معايا عشان الكلام ده مهم. ال دي اتش لازم يكون معمول من تترامر. كلمة تترامر يعني معمول من 4 سب يونتس. 4 وحدات. الأربعة سب يونتس دول شرط أساسي إن يكون فيهم يا وحدات اسمها اتش
يا اما سابيونيت اسمها ايه. يعني كاني بقول لك انه معمول من اربعه بولي بيبتايد تشينز. الاربعه بولي بيبتايد تشينز يا اما اسمهم اتش يا اما اسمهم مين؟ ام. يبقى انا عندي كام احتمال؟ خمس احتمالات لل ال دي اتش. ازاي؟ ممكن والله اول نوع من ال ال دي اتش اللي هو ال ال دي اتش 1 يكون الاربع سب يونتس اسمهم مين؟ اتش. ممكن نوع تاني من ال ال دي اتش اللي هو ال ال دي اتش 2 يبقى 3 اتش وواحده ام. ممكن ال ال دي اتش 3 يبقى معمول من 2 اتش و2 ام. ما هو الفكره في ايه؟ الفكره ان لازم يكون كام سب يونت؟ اربعه. الاربعه دول يا اما مين يا اما مين؟ يا اتش يا ام. عندنا ال دي اتش 4 ممكن يكون واحده اتش وثلاثه ام، واخر واحد ال دي اتش 5 الاربعه ام. اهميه الكلام لقينا ال ال دي اتش 1 الاربعه بحرف الاتش، الاربعه سب يونت بحرف الاتش موجودين في اوركان في حرف الاتش اسمه هار. فانا ممكن اسالك في الامتحان قول لي يا ابني هو ال ال دي اتش 1 ده موجود فين؟ في الهار. طب مين ال مين الايزو انزيم موجود في الهارت يبقى اسمه ايه؟ ال دي اتش 1. طب ال ال دي اتش 5 شايف الاربعه في اسمهم مين؟ ام. ال ال دي اتش 5 الاربعه في بحرف الام ده موجود في اورجان بحرف الام اللي هو المصل وكمان الليفر. فممكن اسالك في الامتحان قول لي هو ال ال دي اتش 5 ده موجود فين؟ في الليفر والمصل. طب مين الايزو انزيم اللي موجود في الليفر والمصل اسمه يا اولاد؟ ال دي اتش 5. في الانيوميريت اهو وان ايزو انزيم اسمه ال دي اتش. ايزو انزيم موجود في الهارت اسمه ال دي اتش 1. يا خلي بالك منها ال دي اتش. ايزو انزيم الليفر والمصل يبقى ال دي اتش 5 يا شباب. بص يا شباب ممكن يجي سؤال في الامتحان جيف ان اكونت اون ايزو انزايم. افرض بقى لو جالك سؤال كده. بص يا اولاد ده سؤال مهم اكتبوا عليه سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا كيف انا كاونت اون ايزو انزايم. ساعتها هتكتب اول حاجه مين؟ الديفينيشن. ايه الديفينيشن بتاع الايزو انزايم؟ انزايمز بتكاتاليز سيم رياكشن ديفرنت في ستراكشر بروبرتيز وريت اوف انزايم اكتيفيتي. تاني حاجه تكتب الاكزامبل. الاونلي اكزامبل اللي عندك اسمه ايه؟ ال دي اتش. تقول ان ال ال دي اتش 1 ال ال دي اتش ده في منه نوعين مهمين مين هما؟ ال دي اتش 1 وال دي اتش 5. ال دي اتش 1 ما هو ده التجميع بقى. ال دي اتش 1 ده معمول من كام؟ من 4 اتش موجود في اورجان اسمه ايه؟ هار. ال دي اتش 5 معمول من كام؟ 4 اتش موجود في اورجان اسمه ايه؟ مصل. لا ساعتها برضه هتقول ان ال دي اتش 2 ده عباره عن ايه؟ ايوه ما نفهمش. ايوه اه دول لا ليهم بس مش عارف. يا شباب بعد كده معلش في الكتاب هتلاقي اسمعوا يا ولاد في الكتاب هتلاقوا اكتب كل اكتب الديفينيشن واكتب الانيوميريت وازود بس ان في ال دي اتش 1 ده معمول من كام اتش؟ 4 اتش. ال دي اتش 5 معمول من كام؟ 4 اتش. وتكتبي بس ان ال دي اتش 2 3 اتش واحده ام ال دي اتش 3 2 اتش زي اللي في الكتاب. بصوا يا شباب في الكتاب بقى في حاجه اسمها في الفاكتورز اللي بتأفكت الانزيم اكتيفيتي. انا هشرحها بسرعه كده. في حاجه اسمها كونسنتريشن اوف سبستريت. يلا يا بص يا شباب في حاجه اسمها فاكتورز بتأفكت الانزيم اكتيفيتي او فاكتورز بتأفكت الريت اوف انزيم اكتيفيتي. ريت يعني سرعه التفاعل الفيلوسيتي المعدل بتاع التفاعل. اول فاكتور عندنا مهم يا اولاد السبستريت كونسنتريشن.
يعني ايه سبستريت كونسنتريشن؟ يعني كل ما زود السبستريت، فاكرين ايه السبستريت اللي هو الماده اللي اشتغل عليها ايه؟ كل ما تزود السبستريت انت متوقع ان الانزيم الفلوستي بتاعته يحصل لها ايه؟ تزيد. اكتبوا يا اولاد في الكتاب في صفحه 72 عشان تحفظوه، ان العلاقه ما بين الانزيم والسبستريت احفظها كده كانها العلاقه ما بين البنزين والعربيه. كان يا اولاد العربيه دي هي الانزيم، البنزين ده يا اولاد السبستريت. انهي اللي بنزين؟ البنزين ده السبستريت، الانزيم ده العربيه. يبقى انا يا اولاد كل ما ادوس بنزين يبقى العربيه سرعتها يحصل لها ايه؟ تزيد. بس خلي بالك تفضل تزيد لما لا نهايه؟ لا، لغايه ما توصل لسرعه ثابته احنا هنسميها الماكسيمم فيلوسيتي، اقصى سرعه. اللي بعدها مهما تزود من بنزين العربيه سرعتها تزيد ولا تفضل ثابته؟ تفضل ثابته. نفس الكلام عندنا ده يا اولاد كيرف يوضح العلاقه ما بين السبستريت كونسنتريشن والفيلوسيتي بتاعت الانزيم. كل ما زود السبستريت كل ما الانزيم فيلوسيتي يحصل لها ايه؟ تزيد تزيد تزيد. يعني نوع العلاقه ده اسمه دايركت بروبورشنال. يعني دايركت بروبورشنال يعني في تفاعل، في تناسب طردي ما بين السبستريت والانزيم لغايه ما اوصل لنقطه. عند النقطه دي تبقى الفيلوسيتي تبقى كونستانت. ليه بقى؟ بصوا ايه اللي حصل عند النقطه دي يا ولاد. كل الاكتف سايد بتاع الانزيم خلاص بقى ساتوريتد والسبستريت اتشبع بالسبستريت. فبالمنظر ده لما كل الاكتف سايد يبقى مشبع بالسبستريت يبقى بالمنظر ده الفيلوسيتي بتاعت الرياكشن تفضل ثابته. اشمعنى؟ لان مهما ازود من سبستريت خلاص مفيش مكان يمسك فيه. ليه مفيش مكان يمسك فيه في الانزيم؟ لان كل الاكتف سايد بتاعت الانزيم بقت ساتوريتد بمين؟ بالسبستريت. فبنقول ان الكونسنتريشن بتاع السبستريت لو انكريز الفيلوسيتي بتاعت الرياكشن هت انكريز اب تو سيرتن بوينت لغايه نقطه معينه. بصوا بيني وبينكم اهم حاجه في الكلام ده تعرفها ايه؟ الكيرف. تبقى عارف الكيرف احتياطي. بس الكيرف شكله ايه؟ ان كل ما زود السبستريت كل ما الفيلوسيتي بتاعت الانزيم رياكشن يحصل لها ايه؟ تزيد. بس يعني الرسم تاني حاجة يا ولاد، الكونسنتريشن بتاع الانزيم، ايه الكونسنتريشن بتاع الانزيم ده يا ولاد؟ بص كل ما زود تركيز الانزيم كل ما الفيلوسيتي يحصل لها ايه؟ تزيد برضه. ليه؟ لان بالمنظر ده كل ما زود الكونسنتريشن بتاع الانزيم يشتغل اكتر على مين؟ على السبستريت. بس خلي بالك المرة دي لغاية ما يخلص السبستريت. يبقى بالمنظر ده لو انت برضه رسمت علاقة ما بين الانزيم كونسنتريشن والفيلوسيتي كل ما زود الانزيم كونسنتريشن كل ما الفيلوسيتي تزيد لغايه ما اوصل برضه لايه؟ لسيرتن بوينت. يبقى انت هتحفظ ان العلاقه ما بين الانزيم والسبستريت شبه العلاقه ما بين الانزيم كونسنتريشن والفيلوسيتي بتاعت الانزيم. ودول مش مهمين. دي تاني اول كيرف دي ريليشن ما بين مين ومين؟ ما بين السبستريت كونسنتريشن ومين؟ والفيلوسيتي بتاعت الانزيم. اول واحد كل ما زود السبستريت كونسنتريشن كل ما الفيلوسيتي بتاعت الانزيم يحصل لها ايه؟ تزيد اب تو سيرتن بوينت. نفس الكلام في الانزيم كونسنتريشن دي علاقه ما بين الكونسنتريشن بتاع الانزيم والفيلوسيتي. كل ما زود الكونسنتريشن بتاع الانزيم كل ما الفيلوسيتي ايه؟ تزيد اب تو سيرتن بوينت. لكن بصوا بقى تثبت فين؟ تثبت لما السبستريت يخلص. تاني واحدة؟ تاني واحدة لما السبستريت يخلص نفسها. والأولى بتثبت لما كل السبستريت يبقى مسك خلاص في الأكتف سايت بتاع الإنزيم. بس بصوا بقى يا شباب بيني وبينكم بقى المهم واللي يجي في الامتحان تمبريتشر وبي اتش. تاني تمبريتشر وبي اتش دي في منتهى الأهمية. تمبريتشر وبي اتش في منتهى الأهمية. عشان كده دول هتلاقيهم يا ولاد في سؤال البايوكيميكال بيزس اكس لي في ام بس كمان بيقول في ان
هتزودوهم من الكتاب. يلا يا اولاد صفحه 73 التمبريتشر والبي اتش. انتوا فاكرين لما انا قلت لكم عشان الرياكشن يحصل يبقى انا لازم ازود التمبريتشر صح؟ يبقى انا بالعقل كل ما ازود التمبريتشر كل ما الريت اوف الانزيم اكتيفيتي يحصل لها ايه؟ تزيد up to certain point لغايه ما اوصل لنقطه معينه اسمها بقى المره دي اوبتيمم تمبريتشر. يعني ايه اوبتيمم تمبريتشر؟ اكتب على اوبتيمم تمبريتشر دي اللي عندك في الكتاب احسن درجه حراره يعمل عندها الانزيم. احسن درجه حراره يعمل يشتغل عندها الانزيم اسمها اوبتيمم تمبريتشر. ايه اللي بيحصل؟ دي الاوبتيمم تمبريتشر دي يا اولاد دي يبقى الانزيم اكتيفيتي الماكسيمم يعني اكثر كفاءه للانزيم اعلى كفاءه للانزيم. اعرف منين ان الانزيم اكتيفيتي هنا الماكسيمم؟ بصوا بقى ركزوا معايا عشان دي ممكن تيجي ديفينيشن في الامتحان. اسمعوا هو الانزيم بيشتغل ازاي؟ مين شاطر يقول لي؟ ده بيحول مين لمين؟ بيحول حاجه اسمها سبستريت لحاجه اسمها ايه؟ برودكتس. يبقى بالمنظر ده تعرف منين ان الانزيم في الماكسيمم اكتيفيتي؟ لما يبقى في عند الاوبتيمم تمبريتشر دي الهايست اماونت من السبستريت تبقى كونفيرتد انتو ايه؟ برودكتس. تاني ركزوا معايا احنا اتفقنا الاوبتيمم تمبريتشر هي انسب درجه حراره يشتغل عندها ايه؟ الانزيم. طب هو الانزيم وظيفته انه يعمل ايه؟ يحول السبستريت الى برودكت. يبقى لما انا اقول لك دي احسن درجه حراره يشتغل عندها الانزيم يبقى بالمنظر ده هو بيعمل ايه؟ بيحول اكبر كميه ممكنه من السبستريت لاكثر كميه ممكنه منين؟ من البرودكت. ومن هنا جه تعريف الاوبتيمم تمبريتشر اللي مكتوب عندنا. الاوبتيمم تمبريتشر ده معناه يا اولاد دي التمبريتشر اكتبوا عليها ديفينيشن مهم اكتب على الاوبتيمم تمبريتشر ديفاين مهم. دي التمبريتشر اللي عندها جريتست اماونت من السبستريت تبقى تشينج انتو برودكتس بير يونت تايم في وقت معين. طب سؤال ايه اللي يحصل لو انا زودت عن التمبريتشر دي؟ ها يا شباب لو انا زودت عن التمبريتشر دي ما تنسوش ان الانزيم عباره عن ايه؟ بروتين. واحنا اتفقنا ان اي بروتين لما سخنه يحصل له مشكله اسمها ايه؟ ديناتيوريشن. فالانزيم اكتيفيتي ترجع ايه؟ تقل دي ديكريز. فممكن اتسال سؤال في الامتحان مهم اكسبلين للمور انكريز اوف تمبريتشر بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم. كده كلمه واحده عشان ده بروتين النيتشر وبيحصل له مشكله اسمها ايه؟ ديناتيوريشن. الانزيم اكتيفيتي تقعد تقل 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 لغايه ما نوصل لدرجه حراره 70 درجه. بيستوب عند 70. ليه بيستوب عند 70؟ عشان حصل له ايه يا ديفيد؟ ديناتيوريشن. الضم القصه يعني هو متكسر كده في 70؟ لا هو لما وصل لدرجه 70 بيحصل له ديناتيوريشن. تاني هقول يا ولاد عيد الحته دي تاني عشان مهم. تاني ركزوا معايا يا اولاد كل ما نزود التمبريتشر
كل ما الانزيم اكتيفيتي يحصل لها ايه؟ تزيد. احفظوا معايا، كل ما زود التمبريتشر كل ما الانزيم اكتيفيتي يحصل لها ايه؟ تزيد. لغايه ما اوصل لنقطه اسمها ايه؟ اوبتيمم تمبريتشر. مين شاطر يقول لي ايه الاوبتيمم تمبريتشر دي يا شباب؟ احسن درجه. ايه احسن درجه دي؟ يعني ايه؟ دي عندها ذا جريتست اماونت اوف سبستريت، يبقى تشينج البرودكت في اليونت تايم. طب وقت ما الاوبتيمم دي كام؟ الاوبتيمم دي اللي هي درجه حراره جسم الانسان اللي هي 37 40. عشان كده اقول لكم على حاجه، لما واحد يسخن قوي ساعتها ينفع يتحرك ولا يقول لك ايه انا هقعد في البيت ومهمد؟ ليه يقعد في البيت يا شباب؟ لان الانزيم اكتيفيتي عندنا بيحصل لها ايه؟ تقل. عشان كده مفيش انسان عايش على وجه الارض درجه حرارته اعلى من 43 44، ده اكيد ميت. ليه ميت؟ لان حصل له ايه؟ نقص في الانزيم اكتيفيتي. ولو سخنت لغايه 70 الانزيم اكتيفيتي يحصل لها ايه؟ تستوب. بتستوب ليه يا شباب؟ عشان بيحصل مشكله اسمها ايه؟ دي ناتيوريشن. الفرق ما بين الرسمه دي والرسمه دي، الرسمه الاولانيه يا بنتي مكتوبه على حاجه تحت في حاجه اسمها كونسنتريشن اوف سبستريت، على الشمال في الانزيم فيلوستي ده ثابت في الاثنين على الشمال. الرسمه اللي بعديها برضه المفروض دي اسمها انزيم فيلوستي او انزيم اكتيفيتي، واللي تحت ده اسمه انزيم كونسنتريشن. بصوا بقى يا شباب، البي اتش، تاثير البي اتش على الانزيم برضه مهم، اكتبوا عليه مهم جدا. يعني بص اهم اهم سؤالين هنا تمبريتشر وبي اتش، مين ومين؟ تمبريتشر وبي اتش. بصوا يا شباب ركزوا معايا، مين شاطر يقول؟ اسمعوا، لو البي اتش قلت، فاكرين احنا بالمنظر ده كاننا بنعرض الانزيم ده لوسطي اسيدك، برافو عليك. ولو البي اتش زادت يبقى كاني بعرضه الوسط الكالايد. يعني انا عايز اسالكم سؤال، الشحنات بتبقى هي هي ولا بتتغير؟ بتتغير صح ولا لا؟ لان الاسيتيك دي معناها ان النيجاتيف تشارج زادت، الالكالينيتي دي معناها ان البوزيتيف تشارج زادت. طبعا انتوا فاكرين الانزيم ازاي بيشتغل؟ ركز معايا. الانزيم كان فيه حاجه اسمها ايه؟ اكتيف سايت، لازم يمسك مع حاجه اسمها ايه؟ ايه اللي يخليهم يمسكوا مع بعض؟ اللي تشارجز شحنات. يعني سي مثلا هنا في لازم يبقى بوزيتيف تشارج، لكن هنا السبستيت يبقى عنده ايه؟ والعكس. يبقى انت سيادتك لما تغير في البي اتش يبقى بالمنظر ده كانك بتغير في الايونيزيشن بتاع الاكتيف سايت بتاع الانزيم وكمان مين؟ سبستريت. يبقى البايندنج ما بينهم يبقى مناسب ولا غير مناسب؟ غير مناسب. ساعتها يبقى انت لو غيرت البي اتش بتاعت الانزيم ساعتها يا شباب يبقى الانزيم اكتيفيتي يحصل لها ايه؟ تقل. عشان كده زي ما كان في اوبتيمم تمبريتشر في عندنا حاجه اسمها اوبتيمم بي اتش. يعني ايه اوبتيمم بي اتش؟ برافو عليك. المره دي بقى اوبتيمم بي اتش احسن بي اتش يشتغل عندها ايه؟ الانزيم اللي هي تعتبر اراوند 7.4. يعني انتوا عارفين، برافو عليكم يا ولاد، لما اتكلمنا في الترم الاولاني على الانزيمز والاسيدوزيس والالكالوزيس لو تفتكروا قلنا ان لازم البي اتش بتاعت الدم تبقى كام؟ 7.4 لمعظم الانزيمز. ليه معظم الانزيمز؟ في انزيمز الاوبتيمم بي اتش بتاعتها مختلفه، زي في انزيمز موجوده في السلايفا في اللعاب زي السليفري امايليز، لا البي اتش بتاعته بتبقى عاليه شويه، تبقى 8، الاوبتيمم بي اتش بتاعته 8. في انزيم في الاستومك مهم اسمه بيبسين، البيبسين ده مثلا بي اتش بتاعته بتبقى 2، الاوبتيمم بي اتش بتاعته بتبقى 2. هنا السليفر امايليز سوري الاوبتيمم بي اتش بتاعته 6.8 6.8. والاوبتيمم والبنكرياتيك امايليز مثلا هنا الاوبتيمم بي اتش بتاعته 7.2. فدول تعرفوا ان الاوبتيمم بي اتش بتاعت الانزيمز بتختلف من مكان لمكان، بس هنا في السليفر امايليز 6.8 والبنكرياتيك امايليز 7.2. بس انا عايز اسالكم سؤال يا شباب، بص لو انا قللت البي اتش قوي 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 يا اولاد، لو انا قللت البي اتش جدا يبقى انا كاني عرضت الانزيم ده لسترونج اسيد، ولو زودت البي اتش قوي 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 يبقى انا كاني عرضت الانزيم لسترونج الكالي. فاكرين زمان قلنا سترونج اسيد وسترونج الكالي يعملوا ايه في الانزيم؟ يعملوا له مشكله اسمها دي ناتيوريشن. اشمعنى؟ لان الانزيم عباره عن ايه؟
بروتين النيتشر. فممكن تتسال سؤال تاني، اكسبلين ليه اللي تشينج اوف بي اتش بيستوب الانزيم اكتيفيتي؟ لان برضو بيعمل مشكله اسمها يا اولاد ديناتوريشن. يبقى احنا النهارده اخذنا حاجتين يعملوا ديناتوريشن للانزيم، مين هما؟ الهاي تمبريتشر وكمان اللي تشينجز في مين؟ في البي اتش. كونسنتريشن اوف الرياكشن برودكتس مش مهم، يقول لك كل ما الرياكشن برودكتس زادت اكيد الانزيم اكتيفيتي تستوب. الافكت بتاع التايم مش مهم، اكيد بمرور الوقت كميه السبستريت تقل وكميه البرودكتس تزيد فالانزيم اكتيفيتي تقل مش مهم. لكن الانزيم اكتيفيتي بيعملوا حاجه مشروبه في صح؟ الانزيم انهبيتورز، الانزيم اكتيفيتورز. لا علينا عليكم السبستريت دي تتحول لبرودكت، كميه البرودكت يحصل لها ايه؟ يبقى السبستريت كميته يحصل لها ايه؟ تقل. يبقى بالمنظر ده استنى بس عشان يعني كل ما الفرع عديت كنت شايف بيقل. نرجع بقى للورق بتاعنا. خلاص انا كنت بشرح. بص يا شباب اهم حاجه انت مريتش لو بيجيش لون بين ايه؟ اللي هو بسمع امي اصوات في الريكورد واحنا مش ناقصين اصلا. اسمع يا ولاد بس هو اسمها انزايم اكتيفيتور في صفحه 2. ممكن تتسالوا السؤال ده ازاي؟ قول لي يا ابني انيوميريت 2 انزايم اكتيفيتور. هو يعني كلمه اكتيفيتورز يعني مركبات تعمل ايه؟ تعمل اكتيفيشن. يعني اكتيفيشن يعني تزود الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت الانزايم. مين دول؟ عندنا امثله، شويه امثله كده تعرفوه. بصوا يا شباب، عندك مثلا في الكتاب هتلاقي بيقول لك ان الكلورايد بيزود اكتيفيتي الانزيم اسمه امايليز، المغنيسيوم بيزود اكتيفيتي انزيم اسمه كاينيز، الكالسيوم بيزود اكتيفيتي جايز انزيم سمعت عنه في الفيسيولوجي اسمه سترونكو كاينيز. فانت اعرف لك اثنين ثلاثه من دول. اسمعوا يا ولاد هتحفظهم ازاي؟ ماكيت اشتغل في العبور يا ولاد. اسمعوا ايه بقى ماكيت ده؟ بصوا يا شباب ايه ماكيت ده؟ ام كي سي تي. ايه الام كي سي تي ده؟ يلا يا بنتي هتلاقي السؤال ده في صفحه 2. السؤال قبل الاخير، قول لي 2 انزيمز اكتيفيت. الماكيت ام كي سي تي. الام لما يبقى عندنا حاجه اسمها مغنيسيوم ام جي. تعرف ام كي سي تي. الام المغنيسيوم. المغنيسيوم يا اولاد بينشط انزيم اسمه كاينيزس، هنعرفه ان شاء الله في سنه ثانيه. السي الكالسيوم بينشط انزيم اخذناه في الفيسيولوجي اسمه ثرومبو كاينيز، سمعت عنه؟ اه هو يا ولاد. طب ماشي، حتى لو ما سمعتش عنه يا ولاد بتاع الثرومبوزيس يعني بتاع البلاك كلوتينج، واحنا قلنا زمان ان البلاك كلوتينج في الفيسيولوجي محتاج عشان تشتغل مين؟ كالسيوم. يبقى الكالسيوم ده بينشط انزيم اسمه يا ولاد ثرومبو كاينيز. بس دول الاكتيفيتورز اللي عايزها تعرف. دكتور هو الكاينيز ده اللي هو بيحاول الترسينوجين لتريبسين؟ بيحاول ايه؟ الترسينوجين لتريبسين. ايوه اللي اتلغى. اتلغى؟ ايوه مش انت يا ولاد قلت لي ان الاكتيفيتورز بتاعت الانزيم مش دي اتلغى؟ مش عايز انزيم انهبيتورز. انزيم يا ولاد اسمعوني يا انزيم انهبيتورز مهمه. والله بصوا يا شباب ممكن بقى تركزوا معايا عشان اهم حاجه بقى بينه وبينكم الانزيم انهبيتورز. اعرف ان جاي لك فيها سؤال، جاي لك فيها سؤال. انزيم انهبيتورز دي هتلاقوها في سؤال كيف انا اكونت اون. دي كيف انا اكونت اون. على فكره يا دكتور اللاب الاخيره سطر اللاب الاخيره في صفحة جيفن اكاونت اون صفحة 5.
بص يا شيخ يعني ايه انزيم انهيبيتورز؟ يعني تعمل ايه في الانزيم اكتيفيتي؟ تعمل لها انهيبيشن يعني توقف الانزيم اكتيفيتي. تشتغل في زولو تشيل خضار يا شباب. الانزيم انهيبيتور نوعين كبار. نون سبيسيفيك طبعا. نوع اسم ايه ده؟ نون سبيسيفيك انزيم انهيبيتور ونوع اسمه سبيسيفيك انزيم انهيبيتور. يعني ايه كلمه نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك يعني يشوف اي انزيم قدام يقول له انت انزيم هعمل لك انهيبيشن ما يهموش هو اسمه ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ نون سبيسيفيك يعني ينهبت اني انزيم. لكن لما اقول لك سبيسيفيك انزيم انهبته لا ما يشتغلش على اي انزيم. يقول له انت انزيم فلان الفلاني اسمك كذا بتعمل كذا انت بس اللي عامل لك انهبيشن ده اسمه سبيسيفيك انهبت. اول حاجه عايزين ناخدها يا اولاد النون سبيسيفيك انزيم انهبيتورز. بصوا بقى زي مين النون سبيسيفيك انزيم انهبيتورز ده احنا لسه قايلين من شويه. اي حاجه زي التمبريتشر لما تزيد او البي اتش لما تتغير تعمل دي ناتيوريشن للانزيمز. عرفت يا دكتور؟ ضحكتوني ليه جبتوا يعني؟ ده ايه؟ ايه علاقة؟ تتكسر تاني يعني؟ يلا يا ولاد احنا لسه واخدين من شوية. أي حاجة زي زيادة التمبريتشر أو إن البي اتش تتغير يبقى ساعتها يبقى بالمنظر ده يا شباب الإنسان ده يحصل له مشكلة اسمها إيه؟ أو الإنزيم ده يحصل له مشكلة اسمها إيه؟ دي ناتيوريشن. طب قولوا لنا بس بتضحكوا عليا عشان نضحك معاكم. عشان مصر. عشان ايه؟ عشان مصر عشان مصر. يلا يا ولاد يلا. اي ايجنت بيغير فيه الانزيم ويعمل له دي ناتيوريشن هيعمل نون سبيسيفيك انزيم زي مين؟ مين اللي اخدناهم من شويه؟ التمبريتشر ومين؟ والبي اتش. يبقى انت لو سمحت زود كده في الكتاب بين قوسين تمبريتشر اند بي اتش. فين بقى؟ هتلاقوا في الورق صفحه 5 اول واحده. اي ايجنت يعمل دي ناتيوريشن للانزيم سيبك من كلمه بريسبيتيت دي. بريسبيتيت يعني يرسبه. اهم حاجه اي ايجنت يعمل دي ناتيوريشن للانزيم بالمنظر ده يا اولاد بيستوب الانزيم اكتيفيتي. زي مين؟ اكتب كده زي التمبريتشر والبي اتش. تاني حاجه بقى مهم قوي ركزوا معايا فيها. احنا اتفقنا اي انزيم في الدنيا لازم يشتغل عن طريق سايت اسمه ايه؟ اكتيف سايت. لازم يمسك في مين؟ في السبستريت. ازاي يمسك في السبستريت؟ بصوا يا شباب بيبقى في الاكتيف سايت جروب مشهوره جدا اسمها اس اتش جروب. الاس اتش اسمها هنا صلف هيدريل جروب. اكتب على الاس على الصلف هيدريل يعني تساوي اس اتش جروب. دي بتبقى اس اتش جروب او الصلف هيدرو جروب موجوده في الاكتيف سايت عشان تخلي الانزيم يمسك في السبستريت. لو في اي مركب في الدنيا عمل بلوك للاس اتش جروب دي منعها انها تشتغل يبقى بالمنظر ده هل الانزيم ينفع يمسك في السبستريت؟ لا. يعني ايه جروب؟ ايه جروب؟ يعني ايه الانزيم ده عباره عن ايه؟ بروتين صح؟ اخدنا زمان البروتين دي معموله منين؟ من امينو اسيدز. والامينو اسيد دي اخدنا ان ليها حاجه اسمها ايه؟ سايد تشينز. فمن ضمن السايد تشينز دي ان في مجموعه تطلع من الامينو اسيد اسمها ايه؟ صلف هيدرو جروب اس اتش جروب موجوده في الاكتيف سايد. يعني لو ده هيحصل هيمنع اي سبستريت تمام انه يبايند ويز الاكتيف سايد. طب احنا مش قلنا ان هم بيمسكوا في بعض عشان بوزيتيف ونيجاتيف؟ ما هو ايه اللي بيخليها بوزيتيف ونيجاتيف؟ الجروبس دي يعني هي دي اللي بتخلي واحده بوزيتيف وواحده هي دي اللي بتديها البوزيتيفيتي او النيجاتيفيتي. ومش شرط كده وبس ما في انواع كتيره من البوندز يا ولاد. ممكن ايونيك بوند ممكن نون كوفيلنت بوند ممكن هيدروجين بوند. في انواع كتير من البوندز ما بينهم. بس بص يا شباب يبقى انت هتفهم. بص يا ولاد تفهم ان الاكتيف سايد ده
ربنا خلقه بمجموعه كيميائيه اسمها ايه؟ اس اتش. الاس اتش دي اللي هي مين؟ صلفا هيدرو جروب. وظيفتها ايه؟ انه يمسك في مين يا شباب؟ في السبستريت. لو الاس اتش جروب حصل له انهيبيشن، يعني لو في ماده يا شباب ماشي يا عم يا ولاد اسمعوا بقى، هو احنا نخلص من ولاد ايه؟ دكتور ايه الاك؟ السطر ده ده فيروس ده ولا ايه؟ يلا يا بنت في يو اي يا ولاد، لو دلوقتي الاس اتش جروب دي عملنا لها انهيبيشن ساعتها الانزيم ينفع في يمسك في السبستريت؟ لا. سؤال مهم هتسالوه، انيوميريت الاس اتش جروب انهيبيتورز. ايه السلفا هيدريل جروب انهيبيتورز؟ تلاتة. اوسا نوسا مين اوسا؟ الاو اوكسيدايزنج ايجنت. اسمعوا يا ولاد بقى، الاس دول كل دول السلفا هيدريل جروب انهيبيت، الاس اتش جروب انهيبيت، تلات حاجات. الاو اوكسيدايزنج ايجنت، الاس سولتس اوف هيفي ميتالز. كل ده يا ولاد في صفحه خمسه في اول سطر. نون سبيسيفيك انهيبيتور في السلفا هيدريل انهيبيتور. والايه اتلغت؟ الايه اتلغت؟ الايه دي اللي هي الالكايليتنج ايجنت اتلغت. يعني قص عشان بتتكلم بتلغي تاني يا بنتي مش فاهمه ايه في عندي ايه؟ انزايم. الانزايم ده الالم ده، بص يا شباب الالم ده الانزايم ده الاكتف سايت اللي لازم يمسك مع السبستريت. لا عشان يمسك مع السبستريت سن الالم ده تخيلي اسمه اس اتش جروب. لو اس اتش جروب دي حاجه قفلتها عملت لها انهيبيشن ينفع يمسك السبستريت؟ بس هو ده اللي بنتكلم. مين بقى الاس اتش جروب انهيبيتورز؟ مين اللي ينهبت الاس اتش جروب يا شباب؟ بص اولا الاو اوكسيدايزنج ايجنت، وركز معايا يعني ايه اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت يعني عوامل مؤكسده. ازاي؟ بصوا معايا هنا، ده انزيم شكله كده في اس اتش، كان بالصدفه في انزيم جنبيه شكله كده اس اتش، حصل لهم اوكسيديشن هما الاثنين. يعني ايه اوكسيديشن؟ فاكرين قلنا اوكسيديشن معناها ريموفال اوف ايه؟ هيدروجين او الكترون. تمام، هنا هنعمل ريموفال اوف هيدروجين. لما اشيل التو هيدروجينز دول مع بعض، السلفر اخذنا زمان في ابتدائي ان التكافؤ ثنائي، يبقى ينفع السلفر ده يمسك ب 1 بوند؟ لا، لازم يمسك بكام بوند؟ 2. فعشان يمسك باتنين بوند يضطروا يمسكوا مع بعض كده. فلما يضطروا يمسكوا مع بعض نكون رابطه جديده اسمها داي سلفايد بوند. قفلوا التو سنترز مع بعض. لما يقفلوا التو سنترز مع بعض عشان يكون ما بينهم داي سلفايد بوند، يبقى ينفع الانزيم ده يشتغل مره ثانيه؟ لا، يبقى ده اسمه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. تاني حاجه سولتس اوف هيفي ميتالز. يعني ايه سولتس اوف هيفي ميتالز؟ املاح المعادن الثقيله. ايه املاح المعادن الثقيله دي؟ زي حاجه اسمها الميركوري، عارفين الميركوري؟ اللي هو الزئبق. الرمز بتاع الميركوري اتش جي بلس 2. او حاجه اسمها الليد، عارفين ايه الليد دي؟ الرصاص بي بي بلس 2. انتوا شايفين لما انا كتبته كتبت ايه؟ بلس 2. ليه بلس 2؟ بصوا بقى معايا، ممكن الاثنين انزيمز اللي كل واحد فيهم هنا فيه اس اتش وهنا برضو فيه اس اتش، ممكن يجي الميركوري اللي هو تكافؤ ثنائي ويشيل اثنين هيدروجين، ولما يشيل اثنين هيدروجين هو اللي يقعد تحلقه وصل ما بين السلفر دي والسلفر دي. بالمنظر ده برضه شبك الاثنين سنترز مع بعض، بس انت شبكتهم عن طريق مركب اسمه ايه؟ ميركب. نسمي المركب الناتج ده ميركبتايد. ايه ميركبتايد دي؟ جايه من كلمه مين؟ ميركب. يبقى لو سمحت اكتب على الاتش جي يعني ايه؟ ميركب. يبقى انت تفهم ان الميركري اللي هو الاتش جي بيعمل نوع من المركبات اسمها ايه؟ ميركبتايد. يبقى تاني بقى، احنا اخدنا كام اس اتش جروب انهيبيتور؟ اتنين. اول واحد اسمه ايه؟
اوكسيدايزنج ايجنت بيعمل ايه مشكلته بيعمل ايه دايسلفايد بوند تاني واحد اسمه ايه ميركوري او ليد اللي هم سولتس اوف الهيفي ميتال دول مشكلتهم بيعملوا ايه مركبات اسمها يا شباب بيعملوا مركب طاير بس في صعوبه في كده لا مين اللي بيعمل دايسلفايد الاوكسيدايزنج ايجنت يبقى الاوكسيدايزنج ايجنت بيعمل اس اس بوند اللي هي الدايسلفايد بوند الميركوري بيعمل حاجه اسمها ميركب طاير ما هي الاس اس بعد كده سبيسيفيك انهبيت مهمه جدا 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 ايه السبيسيفيك انهبيتور بقى مهمه جدا 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 والسبيسيفيك انهبيتور يا شباب في منهم نوعين في منتهى الاهميه بنحبهم منهم كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف واكتب على الاثنين دول كومبير في صفحه خمسة في صفحه خمسة هتلاقي مكتوب عندك كومبيتيتيف انهبيتور ونوع تاني اسمه نون كومبيتيتيف انهبيتور يجي لك السؤال كيف انا كاونت اون كومبيتيتيف انهبيتور يجي لك السؤال كيف انا كاونت اون نون كومبيتيتيف انهبيتور يجي لك سؤال كومبير بتوين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف انهبيتور ركزوا معايا بقى عشان تفهموا القصه دي مين شاطر يقول لي كومبيتيشن يعني ايه منافسه فيقول لك كومبيتيتيف انهبيتور ايه اللي بيحصل اي انزيم في الدنيا لازم يبقى في مكان اسمه ايه اكتيف سايت الاكتيف سايت ده لازم يمسك فيه مين سبستريت اخذنا زمان في ابتدائي ان العلاقه ما بين الاكتيف سايت والسبستريت لازم تكون زي العلاقه ما بين اللوك اند كي يعني لازم الشكلين يفيد انتو بعض لازم يفيد في بعض عشان يبقى بالمنظر ده السبستريت يركب في الاكتيف سايت بتاع الانزيم سؤال لو انت دلوقتي جبت انهبيتور اهم كلمه فيه الاستراكشرال سيميلاريتي للسبستريت شايفين الانهبيتور ده شبه السبستريت بالظبط بما انه شبه السبستريت بالظبط ممكن يخدع الانزيم يضحك على الانزيم فلما يضحك على الانزيم الانهبيتور يبايند في مين في الاكتيف سايت لما يبايند في الاكتيف سايت الانزيم ده يشتغل ولا يستوب يستوب عشان كده سمينا النوع ده من الانهبيشن كومبيتيتيف يعني ايه كومبيتيتيف يعني في منافسه ما بين السبستريت ومين والانهبيتور مثال من الحياه ايه هو فاكرين قلنا الانزيم ده عامل زي ايه العربيه فاكرين السبستريت ده قلنا عامل زي ايه البنزين طب هات ميه كده الميه دي الانهبيتور العربيه يا اولاد ممكن تحط لها بنزين وممكن تحط لها ميه البنزين شبه الميه بالظبط بس العربية تمشي بالبنزين ولا بالمية؟ المية. بالبنزين يبقى البنزين ده مين؟ السبستريت المية ده ايه؟ الانهبيت النوع ده من الانهبيشن اسمه ايه؟ كومبيتيتيف انهبيشن يبقى نخلي بالنا بقى في الكومبيتيتيف انهبيشن اول كلمة فيه واهم كلمة ان في استراكشرال سيميلاريتي ما بين الانهبيتور والسبستريت اقول لكم على حاجة عشان كده كومبيتيتيف انهبيشن ليه اسم تاني اسمه التاني structural analog او substrate analog inhibitor يعني كلمة analog اكتب يعني شبه substrate analog يعني الانهبيتور شبه السبستريت هما الاتنين هيكمبيت على الاكتيف سايت يبقى خلي بالك هنا في الكومبيتيتيف انهبيشن الانهبيتور بيمسك فين؟ في الاكتيف سايت طب بصوا بقى يا شباب اقول لكم على حاجة فاكرين في المثال بتاع العربيه والبنزين والميه انت لما تحط بنزين العربيه تمشي لكن لما تحط ميه العربيه يحصل لها ايه عايز تشغل العربيه تانية تحط بنزين يعني انت لو عايز تشغل الانزيم ده مره تانية زود كميه مين سبستريت فلما سيادتك تزود كميه السبستريت يبقى فرصه انه يمسك في الاكتيف سايت تبقى ايه اكتر يبقى الكومبيتيتيف انهبيشن ده ريفرسيبل ريفرسيبل يعني اقدر اعكسه يعني اقدر اخلي الانزيم يشتغل مره تانية ازاي الانزيم يشتغل مره تانية عن طريق نزود كميه ايه السبستريت
طب النون كومبيتيتيف، بس لا قبل النون كومبيتيتيف عايزين ناخد الامثله على الكومبيتيتيف. دي هتلاقوها في صفحه 6 لانها مهمه جدا 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 في الاون بايوكيميكال بيسس اكسبلين. نوع واحد بس يا جماعه. واحد بس؟ اه نوع واحد. نوع واحد بس. لا نوعين. نوعين. صرفنا مايتو قال له بيورينو. ايوه كده. ماشي. يبقى انتوا في صفحه 6 دي هتلغوا السؤال بتاع لا يا ولد في صفحه 6 الراجل الكتير اللي تحت اهو البراكتيكال ده خلاص الغوا اه يا ولد ما انتوا ما عندكوش عمل كده يعني الغوا 6 و7 و8 6 7 8 شوف دي بقى 6 و7 8 لا مش 6 و7 يعني بص يا ولاد من اول كلمه براكتيكال شوفوا براكتيكال تحت اه من اول براكتيكال الغوا 6 و7 و8 كلها ايوه انت ما عندكوش براكتيكال خلاص راح السؤال اسمعوني بس وفي الاون بايوكيميكال بيسس اكسبلين هتلغوا السؤال بتاع الدايكيومارون الدايكيومارون شايفينه في الاون بايوكيميكال بيسس اكسبلين لقيتوه وتلغوا السؤال بتاع الميسوتريكسيت. قول تاني. ايه؟ في الاون بايوكيميكال بيسس اكسبلين. هتلغوا السؤال بتاع الدايكيومارون والميسوتريكسيت. بصوا بقى يا شباب. سؤال مهم جدا. قول لي امثله على الكومبيتيتيف انهبيشن. اكتب لو سمحت على الصلفونه ميه والقلو بيورينول دول في الاون بايوكيميكال بيسس اكسبلين. اكتب عليهم examples on competitive inhibition. اكتب يا ابني examples امثلة على competitive inhibition. اللي هما السلفونامايد والالوبيورينول. ليه؟ سيادتك افرض جالك في الامتحان given account on competitive inhibition يبقى انت هتكتب الكلام اللي مكتوب هناك وتزود عليه الاكزامبلز. بس يجي لك سؤال اخطر من كده explain ليه السلفونامايد انتي بايوتيك وليه الالوبيورينول بنستخدمه في علاج مرض اسمه الجود؟ ركزوا معايا يا ولاد. اسمه ايه؟ جود؟ نقص. اسمه ايه؟ جود نقص. بص يا شباب. ركزوا معايا. اول حاجه اول مثال عندنا الكومبيتيتيف انهبيتور. نوع من المركبات المضادات الحيويه اسمها سلفونامايد. والله ما رد عليك. بص معايا على الرسمه دي. عشان تفهموا الكلام ده هتاخدوا ان شاء الله السنه الجايه ان البكتيريا عشان تعيش ويحصل لها جروس محتاجه مركب اسمه بابا مش ماما اسمه يا اولاد بابا ايه البابا ده بارا امينو بنزويك اسيد بابا هو اسمه كده بابا يبقى تاني البكتيريا عشان تحصل لها جروس محتاجه مركب اسمه بابا. بصوا يا شباب. احنا صفحه كام؟ صفحه في صفحه 6 صفحه 6 في سؤال بايوكيميكال بيزيس اكسبلين. ليه؟ بصوا يا شباب. طب استنوا تاني بقى عشان في الكتاب بابا مش ماما؟ اصبر. البكتيريا عشان يحصل لها بصوا يا شباب البكتيريا عشان يحصل لها جروس محتاجه مركب الاول قبل بابا ده محتاجه فول الفول بتاعها اسمه فوليك اسيد اسمه ايه؟ فوليك اسيد فاكرين الفوليك اسيد ده؟ اللي هو فيتامين بي 9 احنا خدناه قبل كده الفوليك اسيد ده بصوا يا ولاد بيتصنع من مركب اسمه بابا بيتصنع من مركب اسمه مين؟ بابا يبقى البابا ده يتحول لفوليك اسيد يدينا مين؟ جروس للبكتيريا. لقينا بقى قدرنا نخترع مضاد حيوي اسمه سلفونامايد. السلفونامايد ده يا ولاد ستراكشرالي سيميلر للبابا. شبه البابا. فبالمنظر ده بما انه شبه البابا يخدع الانزيمز اللي بيشتغل في البكتيريا عشان يحوله لايه؟ لفوليك اسيد. يبقى السؤال يبقى هل الفوليك اسيد يتصنع ولا ما يتصنعش؟ ما يتصنعش. يبقى انا بالمنظر ده اقدر استخدم السلفونامايد اس بكتيريوستاتيك يعني بكتيريال انتي بايوتيك يعني مضاد حيوي. مضاد حيوي. بصوا بقى هنكتب ايه؟ يبقى بالمنظر ده سلفونامايد مش عامل ايه مستخدم ليه مضاد حيوي؟ لان يعني بالمنظر ده لما انا ادي الانسان ده يا ولادي سلفونامايد
لما الصرفان الماي ده يوصل للبكتيريا الضارة ما يخليهاش تستخدم البابا في انه يصنع الفوليك اسيد. يعني هو بيعمل يعني هو كانه بيعمل انهبيشن للفوليك اسيد سينثيسيس. فمعلش بصوا هنا هتزوده. فهنا يا شباب السلفونامايد ليه بيبقى يوزد اس انتي بايوتيك؟ بيكوز ات انهبيت بابا. لا معلش اشطبوا بابا دي واكتبوا بدلها فوليك اسيد في الورق في صفحه 6. السلفونامايد ليه بيبقى يوزد اس انتي بايوتيك؟ اكتبوا بدل ما هو بينهبيت البابا لا اشطب البابا واكتب بدلها بينهبيت الفوليك اسيد. دكتور هو مش الفوليك اسيد حاجه كويسه؟ فوليك اسيد حاجه كويسه لينا بس وبالنسبه للبكتيريا حاجه كويسه. بس انا عايز جرعه معينه من الدواء هتعرفوها ان شاء الله السنه الجايه. هذه الجرعه ما تاثرش على الانسان، تاثر بس على مين؟ على البكتيريا. فتنهبت تصنيع الفوليك اسيد في مين؟ في البكتيريا. دكتور يعني هو السلفونامايد دوت بيحول البابا للفوليك اسيد؟ لا مش بيحول ده بيمنع تحول البابا لفوليك اسيد. اه يبقى تاني يا شباب اكتب على السلفونامايد ده ليه بنستخدمه كانتي بايوتيك؟ لانه بينهبت معلش بدل بابا اكتب مهم لمين؟ الفوليك اسيد. واشطب جروس فاكتور للبكتيريا. واشطبوا جروس فاكتور للبكتيريا والكلام ده. يبقى الاجابه واحده بس ان السلفونامايد ده يا شباب بينهبت الفورميشن بتاع مين؟ الفوليك اسيد. السلفونامايد بيمنع يصنع البابا ما يخليش البابا يتحول لفوليك اسيد. عشان كده في الكتاب رحنا رسمين لك السلفونامايد والبابا. بعد كده دواء مهم اسمه قال له ايه؟ قال له بيورينول. بص يا ولاد في مرض اسمه جوت. جوت يعني نقرس. سمعت عن نقرس؟ اه. ايه مشكلة الناس اللي عندها جوت او نقرس؟ ده مرض الملوك يا دكتور؟ اه هو ده. عندي يا دكتور. اليوريك اسيد فيه بيبقى عالي جدا. هناخد السنه الجايه ان اليوريك اسيد ده بيتصنع من مركب اسمه هايبوزانسين بانزيم اسمه زانسين اوكسيديز. تاني في عندنا ماده اسمها ايه؟ يوريك اسيد. لما تزيد اليوريك اسيد دي اللي هي الاملاح. سمعت عن واحد عنده املاح؟ اه. الاملاح اللي انتم كل شويه تسمعوا عنها دي هي دي املاح اسمها يوريك اسيد. اليوريك اسيد ده لما يزيد في البلد يعمل مرض اسمه جوت نقرس اللي هو بيجي فيه التهاب في المفاصل، الام في المفاصل، الكلام ده هتعرفوه السنه الجايه ان شاء الله. لما يزيد ولا لما يزيد اليوريك اسيد يعمل جوت. يا بنتي مالكيش دعوه باللي كاتبه هنا. أنا دلوقتي بقول لك إن في مرض اسمه جوت. سببه زيادة إيه؟ يوريك أسيد. فاليوريك أسيد ده لما يزيد يعمل مرض اسمه إيه؟ جوت. بحكي لك القصة من الأول، ما لسه بحكي لك القصة. اليوريك أسيد ده جاي منين؟ من مركب اسمه هايبوزانسين. هو اسمه كده. هايبوزانسين يعني إيه؟ بص يا ولد، هايبو يعني أقل. يعني إيه أقل؟ الهايبوزانسين ده بيبقى فيه أكسجينية واحدة. اليوريك أسيد فيه ثلاثة أكسجين. يبقى انا عشان نحول من هايبوزانسين لزانسين يبقى انا لازم ازود ايه؟ اكسجين. اسم الانزيم اللي يزود اكسجين يبقى اسمه اوكسيديز. اسمه بالكامل ايه؟ زانسين اوكسيديز. ده اللي بيعمل ايه بقى؟ ده بيحول الهايبوزانسين ليوريك اسيد. يبقى انا لو عايز اعالج الناس اللي عندها جوت لازم امنع مين انه يشتغل؟ الزانسين اوكسيديز انه يشتغل. ازاي؟ قدرنا نخترع دواء استراكشرالي سيميلر للهايبوزانسين شبه الهايبوزانسين اسمه اللوبيورينول. بما انه استراكشرالي سيميلر للهايبوزانسين يبقى ممكن يخدع الانزيم اللي اسمه ايه؟ زانسين اوكسيديز. يعمل له حاجه اسمها كومبيتيتيف انهيبيشن. وقتي ولا يدنا على طول؟ دواء ده لا يشتغل على طول. مفعول وقتي؟ يعني وقت يعني في نفس اللحظه؟ نفس اللحظه يعني في نفس الوقت يعني لازم نستنى بعض. اكيد بياخدوا فترات طويله طبعا. تاني يا ديف تاني يا ديف. بصوا يا شباب ما تقراش بس اللي في الكتاب وركز ايه. احفظوا معايا في مرض اسمه ايه؟ الو جوت. الجوت ده سببه زياده مين؟ يوريك اسيد. اليوريك اسيد ده بيتصنع من ماده اسمها ايه؟ هايبوزانسين.
بإنزيم اسمه إيه؟ زانسين أوكسيديز. لو أنا عايز أعالج المرض ده يبقى أنا لازم أمنع تكوين اليوريك أسيد. إزاي؟ عن طريق نعمل إنهيبيشن إنزيم اسمه إيه؟ زانسين أوكسيديز. أعمل إيه عشان أمنع الإنهيبيشن ده؟ أعمل إيه؟ أجيب دواء شبه الهايبوزانسين اسمه إيه؟ ألوبيورينول. الألوبيورينول ده ستراكشر سيميلر للهايبوزانسين. بما إنه شبهه يبقى يعمل كومبيتيتيف إنهيبيشن للزانسين أوكسيديز. تاني نوع من انواع السبيسيفيك انهيبيشن اسمه نون كومبيتيتيف. ده هتلاقوه في سؤال جيفن اكاونت اون في صفحه 5. هي نون كومبيتيتيف يعني هنا في ايه؟ اكتب على نون كومبيتيتيف دي العربيه اتخبطت. يبقى انت هتحفظ كده. الكومبيتيتيف اللي بيحصل ايه؟ ان عندك عربيه حطيت فيها ميه وبنزين فحصل كومبيتيشن. لكن في النون كومبيتيتيف العربيه اتخبطت. ازاي؟ في انهبيتور والانهبيتور المره دي مالوش اي ستراكشرال سيميلاريتي للسبستريت. ذير از نو ستراكشرال سيميلاريتي للسبستريت. يا شباب بما انه مش شبه السبستريت يبقى ينفع يمسك في الاكتيف سايت؟ لا. يبقى خلي بالك عشان ناخد الفروقات ما بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. احفظ معايا، في الكومبيتيتيف كان الانهبيتور ماله ستراكشرال سيميلر للسبستريت، لكن النون كومبيتيتيف الانهبيتور ماله نوت ستراكشرال سيميلر للسبستريت. في الكومبيتيتيف كان الانهبيتور بيبايند فين؟ في الاكتيف سايت. لكن النون كومبيتيتيف بالانهبيتور بيبايند فين؟ في اي سايت اذر ذان الاكتيف سايت. خلي بالكوا بقى، بما ان الانهبيتور مفيش ما بينه وما بين السبستريت استراكشرال سيميلاريتي يبقى هنا مفيش كومبيتيشن. امال اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هنا يا شباب ان الانهبيتور بيمسك في الانزيم في مكان تاني، فلما يمسك في مكان تاني بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم. يعني ايه بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم؟ بيقلل نشاط الانزيم. بصوا بقى يا شباب، ايه مش هيمسك في الاكتيف سايت، يمسك في اذر سايت هنا فيخبط العربيه زي كده، العربيه تتخبط، يخبط الانزيم، يقلل الباور بتاعته، يقلل الاكتيفيتي بتاعته. طب الكومبيتيتيف بس انا مش فاهمه حته هي ممكن اعكسه بالريفرس ارابيس. في الكومبيتيتيف لسه في الكومبيتيتيف ازاي اعكسه؟ احنا مش احنا عندنا الهيمتر سبستيت شبه بعض؟ يبقى السبستريت لو زودته مين اللي فرصته اكتر انه يمسك في الاكتيف سايت؟ يلا دكتور يا شباب سؤال نظري مهم بيجي في الامتحان كتير. الديفينيشن الديفينيشن بتاع الالوستيريك موديفايرز ده مثال عليه يعني صح؟ الديفينيشن بتاع حاجه اسمها الالوستيريك موديفايرز. يا ولاد انت عندكم الميكانيزم كله ملغي؟ ملغي بقيت الفيدباك انهبيتور صح؟ بس الفيد معاك ماشي. بصوا يا شباب انواع النون كومبيتيتيف انهيبيشن، اسمعوا يا شباب يلا. اول نوع عندنا حاجه اسمها الوستيريك. يعني ايه الوستيريك؟ اكتب على الوستيريك يعني اذر سايد. الوستيريك يعني اذر سايد. اكتب يا ابني على الوستيريك يعني انذر سايد، مكان اخر. ما عنديش الكلام ده اكتب بس على الوستيريك هتلاقي في صفحه 5. لقيتوا صفحه 5؟ يا ولاد هتلاقوا في الورق في صفحة 5 الكلام ده. الوستيريك موديفايرز. يا شباب اكتب على كلمة الوستيريك يعني انذر سايد. فيعني ايه كلمة بقى انذر سايد؟ بصوا يا شباب. صار مميز. ركزوا معايا يا ولاد. ابو صاحب الكسر. ركزوا معايا عشان تفهموا. ابو صاحب الكسر. ده الانزيم، ايدي دي الانزيم. صوابعي دي الاكتيف سايد. اللي لازم تمسك في السبستريت. طب ده اللي بيعمل يقول لك الالوستيريك موديفاير
دي دايما بتبقى سمول اورجانيك مولكيول زي ضغط القلم ده كده، مواد عضويه صغنطوطه جدا، تمشي 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 تيجي من بعيد وتمسك في مكان اذر ذان الاكتيف سايت. لما تمسك في مكان اذر ذان الاكتيف سايت فبالمنظر ده بتغير في الانزيم، بتغير في شكل الانزيم. فلما تغير في شكل الانزيم، بص بص يا شباب، لما تغير في شكل الانزيم افرد ايدي دي كده، راحت الصوابع بعدت عن بعضها بالمنظر ده، الانزيم ينفع يمسك في السبستريت؟ لا، يبقى كده عملت ايه؟ انهبيشن. يبقى يعني بقى الالوستيريك موديفاير دي دايما بتبقى مواد لارج ولا سمول؟ سمول. تبقى سمول اورجانيك مولكيولز. سيبك من هاف ريجولاتوري رول وعلى انزيم اكتيفيتي، سيبك منها، بس تعرف لي بس خط تحت اول حاجه على سمول ريجولاتوري مولكيولز. تعرف ان السمول ريجولاتوري مولكيولز دول بيباين في الابو انزيم، في الانزيم. فاكرين ايه الابو انزيم ده؟ اللي هو البروتين بارت بتاع الانزيم. في حته اهم كلمه فيها انها فار فروم الاكتيف سايت، يبقى خلي بالك ده بيمسك في مكان بعيد عن الاكتيف سايت، فنسمي المكان البعيد ده انذر سايت. ايه انذر سايت دي؟ اللوستيريك سايت. يبقى عشان كده سمينا النوع ده من الانهيبيشن ايه؟ اللوستيريك موديفايرز. ليه سميته اللوستيريك موديفاير؟ قلت لك اللوستيريك يعني ايه؟ انذر سايت. ليه انذر سايت؟ لانه يا ترى بيمسك في الاكتيف سايت ولا مكان بعيد؟ مكان بعيد. يبقى تاني ايه الديفينيشن بتاع الالوستيريك موديفايرز؟ ركز معايا، لارج ولا سمول؟ سمول. يمسكوا في الاكتيف سايت؟ لا، هما اللي يمسكوا في مكان بعيد. نسمي المكان البعيد ايه؟ الالوستيريك سايت. اسمه ايه تاني؟ الالوستيريك سايت. خلي بالك هنا برضه البايندنج بيبقى ريفرسبل، بس ريفرسبل ازاي؟ عن طريق ان يا اولاد السمول اورجانيك مولكيولز دول بيتكسروا بعد كده، مش مهم بيتكسروا ازاي، بيبقوا كونسيومد. فلما يتكسروا ويقلوا يقل الانهيبيشن بتاعهم على يقل الانهيبيشن بتاعهم على الانزيم. بعد كده سؤال مهم، فيدباك انهيبيشن ده برضو يجي لنا في الديفينيشن. ايه الفيدباك انهيبيتورز دول يا زم؟ اخدتوا الكلام ده في الفيزيولوجي؟ لا مش هتيجي، دي مش هتيجي. ميكانيزم مشهور، اكزامبل اسمه مشهور. ايوه يا ولاد، لغايه فيدباك انهيبيتورز. يا شباب اخدتوا في الفيزيولوجي؟ معرفش اخدتوا الكلام ده في الفيزيولوجي ولا لا؟ سمعتوا عن فيدباك انهبيشن؟ لا. طب بص، لو عندنا ماده A بانزيم واحد تتحول لماده B، بانزيم اثنين تتحول لماده C، بانزيم ثلاثه تتحول لماده D، لو انت عندك باس واي، وخلي بالك ده مش وان رياكشن، لازم يبقى مجموعه من الرياكشنز، كيميكال باس واي، سيريس اوف رياكشنز، في اخر الباسوي ده كونت ماده اسمها دي بكميات كبيره. سؤال، ينفع ان انا اسيب الدي تتكون بكميات كبيره؟ لا، لازم اقللها. بالظبط زي لما يكون عندك في البيت حنفيه وبتنزل ميه كتير، ينفع تسيبها كده تنزل ميه كتير؟ لا، يبقى انا لازم اقفل الحنفيه. ازاي بقى؟ يقول لك الماده دي اللي هي اخر ماده بتطلع من الكيميكال باسوي ده ترجع 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 ترجع، يبقى بتعمل حاجه اسمها فيدباك. ترجع 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 للايرلي انزايم، لاول انزايم، وتعمل له انهيبيشن. فلما تعمل له انهيبيشن يبقى هي كده نظمت نفسها. دكتوره مش فاهم، نظمت نفسها يبقى اسمها فيدباك ايه؟ انهيبيشن. تاني في الفيدباك انهيبيشن، لو عندك A تتحول لB C D، ينفع الدي دي تتكون بكميات كبيره؟ يا ولاد اي ماده في جسمنا لازم تتكون بريت معين ثابت، ما ينفعش ان انا اكونها بريت عالي قوي قوي واسيبها كده تعيش مع نفسها زي ما يكون عندك حنفيه في البيت وفاتح، ينفع تسيبها؟ لا. طب ازاي الماده دي تنظم الكميه بتاعت نفسها؟ ازاي لما هي تكتر تقول لا انا مش عايز اكتر تاني واقل؟ هي جزء من الماده دي ده بيرجع يرجع يرجع يرجع، يبقى يعمل عمليه اسمها ايه؟ فيدباك. يرجع لغايه اول انزيم ويعمل له ايه؟ انهبيشن. دي اسمها فيدباك انهبيشن. فعرفناه زي الفيدباك انهبيشن ان البرودكت بتاع كيميكال باسوي او كيميكال رياكشنز، وخلي بالك ده مش رياكشن واحد، ده لازم يبقى مجموعه منين؟ من رياكشنز، ينهبت الاكتيفيتي بتاعت الايرلي انزيم. ازاي بقى؟
بينهبت الاكتيفيتي بتاعت الايرلي انزايم. بص يا ولد هو الانزايم ده في صفحه 5 في الفيدباك انهبت. بص يا شباب هو الانزايم دي عباره عن بروتين صح؟ واحنا كنا خدنا قبل كده اي بروتين في الدنيا لازم يتصنع عن طريق مين؟ جينات اللي هي موجوده في الدي ان اي. فيقول لك ان من ضمن طرق الفيدباك انهبيشن ان ممكن الاند برودكت ده اللي هو اخر ماده دي تعمل انهبيشن على الجين اللي بيكود للانزيم ده، يعني على الجين اللي بيصنع الانزيم ده. فلما تعمل له انهبيشن على الجين ذات نفسه يبقى هل الانزيم ده يتكون؟ لا. فكميتها يحصل لها ايه؟ ثالث نوع من الانهبيشن مش معانا يا دكتور مشطوب، ورابع نوع مشطوب برضه. طيب يا دكتور فاضل كتير بعد كده بقى الكالسيوم لسه يلا كالسيوم كالسيوم معانا كالسيوم فانكشن بس فانكشن وال الفانكشن بس يا ولاد الكالسيوم فانكشن بس مفيش فاكتورز لا فانكشن بس صفحة 6 فين؟ اللي هي 3 و 4 و كل ده مشطوب ثواني بس يا ولاد بس الكالسيوم فانكشنز بس والريجوليشن صح؟ والفاكتورز طبعا يا ولاد واحدة واحدة بس أركز مع حد ولا قولوا لي في الكالسيوم في فانكشنز وريجوليشن طبعا صح؟ ماشي بعد كده الفوسفورس مشطوب صح؟ كله مشطوب يا ولاد اسمعوا بقى صوديوم وبوتاسيوم لا مشطوب الايرون بس كلورايد مشطوب الايرون بس يونيتي الايرون الايرون حاجات وحاجات ماشي بالكبر مشطوب ماشي يلا اتصور اخر ملزمة اخر واحدة لسه اخر ملزمة اللي هي في اقولها كده انيمريت برنسبل اليمنتس والكلام ده سيبك من كل الكلام ده وعندك ايه بنا كاونت اون فانكشنز اوف كالسيوم بقول لك ايه يا ابو نجيب كام هات دي سنتر ده انت معلم مع كل فكره مره هي صح بكلمك غير حاجه بتاع بس كنت بدوس عليه اكش لا مش عايز تكشف عايز تكشف انت لو كشفت الدنيا يلا يا ولاد فانكشنز اوف كالسيوم لا يلا عشان شوية مش هنزل فاضل حاجة بعد ايدك؟ فاضل المسلس وبس هزينها دول يا شباب لا انتوا زينة بس خلاص زينة صح؟ عشان يبقى والله زينة معاك أكتر طب ناخد بريك لا يا ولاد مفيش حد في ساعة تانية ساعة واحدة يلا هيستنوك لا لسه ده لسه 5 دقايق 5 دقايق 3 دقايق في السخانة في السخانة ماشي 10 دقايق يلا يا ولاد لا بس انا هقول على حاجه انا هخلص الساعه 1 بالظبط حاضر حاضر 10 ونص ماشي عشان يلا عشان كده يلا نخلص يلا لا 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 اول حاجه يا شباب معلش الله بيه الله بيه. اول حاجه في الفانكشنز اوف كالسيوم بون فورميشن اكيد اشهر وظيفه للكالسيوم انه يصنع مين والفريشن بتاعه نفس كده مفيش حاجه ولا والفاكتور اشطب يعني في البون يا شباب في البون يا اولاد عايزين نعرف ليه في البون ان الكالسيوم بيصنع حوالي 99% من الاستراكشر بتاع البون بس بيبقى موجود يا ولاد في صورة مركب اسمه معلش زودوها في الورق ده هيدروكسي أباطايت هو مين أباطايت؟ الكالسيوم اسمه كده يا دكتور؟ تاني
اسم الكالسيوم في البون اسمه ايه؟ هيدروكسي اباتايت. يعني ايه هيدروكسي اباتايت؟ هيدروكسي يعني او اتش. دي من ايه؟ فانكشنز اوف كالسيوم. هتلاقي في الكتاب الكلمه دي، لو انت في الورق هتكتب بس على الكالسيوم في البون انه موجود في صوره حاجه اسمها ايه؟ هيدروكسي اباتايت. يعني ايه هيدروكسي اباتايت؟ هيدروكسي يعني مجموعه او اتش، اباتايت يعني كالسيوم زائد فوسفورس، يبقى او اتش مع كالسيوم زائد فوسفورس. تاني حاجه اشهر وظيفه ليه بعد ما يصنع مين؟ يصنع مين يا اولاد؟ اكيد هذا اللي بدات شيرين بتقول لك شكرا يا شيخ. بعد كده يا اولاد بيصنع كمان مين؟ التيس. هتلاقي في الكتاب كاتبين لك ان في التيس بيصنع طبقه اسمها انامل ودنتل. ايه الانامل ودنتل دول؟ دكاتره السنان عارفينهم. دي طبقات يا اولاد السنه بيدخل في تركيب 36% من الانامل و26% من طبقه اسمها الدنتل. الانامل اللي هي الطبقه البيضاء، الانامل دي لما تشيلها تلاقي طبقه صفراء اسمها دنتل بتبقى فيها 26%، يبقى 36% و26%. يبقى انت هتحفظ كده اول حاجه بون وايه؟ وتيس. بعد ما تحفظ كده حوالين البون بيبقى فيه ايه؟ الباقي فين؟ يعني دول 36 26 الباقي فين بقى؟ يعني الباقي يعني ال 40% الباقي فين يعني؟ الباقي فين؟ الباقي المواد الثانيه. الباقي المواد الثانيه طبعا في حاجات ثانيه كتير. يلا بعد كده حوالين البون، حوالين البون بيبقى فيه ماسل. حوالين البون بيبقى فيه ماسل، فالكالسيوم مهم في الماسل كونتراكشن زي ما كده خدته في الفسيولوجي، وزي مهم في الماسل كونتراكشن مهم في الهارت بيتنج زي ما هنعرف بعد شويه. طب عشان نعمل ماسل كونتراكشن لازم نوصل لها ايه؟ نيرف. يبقى تحفظ ان الكالسيوم مهم برضه في الترانسميشن بتاع النيرف امبلس. عشان تنظم الميتابوليزم كله محتاج ايه؟ هرمون. يبقى مهم في الهرمون اكشن، واخيرا سمعنا عنه في الفسيولوجي في البلاك جلودين. يبقى انت هتحفظ ازاي ان الكالسيوم ده مهم اول حاجه فين وفين؟ بون وتيس. حوالين البون في مين؟ مصر. يبقى مهم في مين؟ مصر كونتراكشن. بعد كده عشان تعمل مصر كونتراكشن محتاج ايه؟ نيرف. يبقى مهم في ايه؟ في الجنريشن وفي النيرف امبلس، وبعد كده مهم في الهارت بيت وفي البلاك جلوتين. الريجوليشن بتاع الكالسيوم في منتهى الاهميه. بص ده اكزامبل مش معانا؟ الريجوليشن معانا. الريجوليشن علينا. ثواني بس، انهي الريجوليشن اللي علينا؟ بتاع الكالسيوم اللي هي بتاعت سؤال اللي هي بتاعت البلازما كالسيوم كلها علينا الريجوليشن. والفاكتورز اللي بتاعت كلها لا الفاكتورز لا الفاكتورز لا الريجوليشن بتاع البلازما كالسيوم بس. بص الفاكتور بتاع دي لا دي الفاكتورز واحده اهي تحتيها. دي فانكشن ولا ايه؟ من واحد لاثنين. ماشي بصوا يا شباب، ريجوليشن اوف البلازما كالسيوم ده فين؟ هتلاقوه في الملزمه اللي فيه. هو الفاكتور اللي فوق دي ولا ده؟ لا معاه اللي تحت بس. اشمعنى هو كده؟ كده كده سوق حط في كده كله عشان مصر. هتلاقوها في صف اربعه مصر. ديفي ايوه دي انا بغلبك عشان مصر. فين بقى؟ ايه؟ بغلبك عشان مش هقول لك عشان هو انت قطعت رجلي بعد المشط ده ما تتكلمش يا عم. ده ايه؟ ما سبت رجلي زي عشان اسمك ولا زي لا بس انا اسمع دي بس اسمع دي بس اسمع سخان كده دي قاعد زي في الكورس لا خدت كلامي بس اسمع دي اسمع دي اسمع دي بس رجلي عشان مصر. لا هو مش موجود. لا هتلاقوها موجوده حلوه يا اولاد. بص كسرت الايه؟ كسرت الايه؟ لا لازم اظبط لكم الورقه تاني من الاول. يا دكتور ايه دكتور؟ معاك وقت تحتك يعني. انتوا امتحانكم امتى؟ هو الورقه ده غلط يا دكتور ولا ايه؟ طلعت التليفون امتحان.
مش بتاعنا صحيح مش فاهم ده ما هي واحد 81 يا ولاد صفحه 80 مش هتعرفوه من الكتاب صفحه 80 مهم جدا 23 صفحه 80 مهمه قوي يا ولاد في الكتاب اسمعوا يا شباب يلا انت قلت 20 يا ولاد صفحه 80 مهمه قوي في الكتاب ريجوليشن اوف البلازما كالسيوم يعني مش في الورق لا مش في البلازما كالسيوم والله دكتور خمس دقايق والله خمس دقايق والله مش هينفع هو اصلا دكاتره خمس دقايق ان اول ساعه ايوه والله اول ساعه ده مركز احنا اصلا حصلنا احنا عايزين نفهم دكتور ايه هنشرب وكده معلش يا دكتور خمس بس خمس دقايق سؤال يا اولاد كم واحد عايز ياخد ريسك كله عايز ياخد ريسك على فكره أقليه أقليه يا دكتور ريجوليشن اوف البلازما كالسيوم بصوا يا شباب في اورجانز مهمه عشان نريجوليت البلازما كالسيوم معلش هنعرفها من الكتاب بصوا يا شباب صفحه 80 وده سؤال مهم على فكره ده سؤال مهم جدا ليه عشان انتوا دكاتره علاج طبيعي يعني بتتعاملوا مع البون والمصل يبقى الكالسيوم ده بالنسبه لكم حاجه مهمه الريجوليشن بتاع البلازما كالسيوم اولا في ثلاثه اورجانز يا بنتي بيريجوليت البلازما كالسيوم هتتسالوا في سؤال الانيوميريت مين هم سمول انتستين وبون وكده لكن الاهم من الاورجانز الهرمونز يا شباب اخدتوا كام ده في الفسيولوجي في عندنا حاجتين يزودوا الكالسيوم واحد بس يقلل الكالسيوم مين اللي بيزود الكالسيوم باراثايرويد هرمون وفيتامين دي الوحيد اللي يقلل الكالسيوم اسمه كالسيتونين تاني الوحيد اللي بيقلل الكالسيوم اسمه يا اولاد هرمون اسمه ايه كالسيتونين بص بقى الباراثايرويد هرمون يزود البلاك كالسيوم منين بيزوده باي طريقه مشروعه وغير مشروعه ازاي اولا يا شباب بيزود الكالسيوم عن طريق انه يروح للكيدني وهناك في الكيدني بيزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم يعني ايه الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم يعني اعاده امتصاص الكالسيوم يعني يعني الكالسيوم ده كان ماشي في الكيدني وخلاص هينزل في الشارع في اليورين يقول له لا ارجع مره ثانيه للبلط يبقى دي اسمها ايه ري ابزوربشن يعني إعادة امتصاص مش بس كده يقول لك والله الفانكشن دي هتعرفها مع الأولانية إزاي؟ أصل مش في الحقيقة مش الباراثايرويد هرمون هو اللي بنفسه بيعمل كده لأ هو بيعمل كده عن طريق إنه يأكتيفيت صاحبه شقيقه اللي ما بيفرقوش اللي اسمه فيتامين دي يبقى التو أكشنز دول هتعرفهم مع بعض إنه على الكيدني بيزود الكالسيوم ري إيه؟ أبزورشن بس بنفسه لأ دايما ما بيبقاش بنفسه بيبقى دايما عن طريق الاكتيفيشن بتاع مين؟ فيتامين دي. سؤال لما الكالسيوم في البلد يزيد يبقى انت لازم تخزنه. تخزنه فين؟ في البول. يبقى تعمل عمليه اسمها مينراليزيشن. ما معنى مينراليزيشن؟ مينرال يعني معدن. فمينراليزيشن معناه اضافه معدن اسمه كالسيوم في البول. يبقى يا اولاد البي تي اتش ده بيزود الكالسيوم في البلط عشان بعد كده يحرك المينرال اسمه كالسيوم في البول بس بص بقى معلش اكتبوا كلمه مهمه سوري ثواني ماشي ثواني اكتبوا يا شباب اكتبوا على رقم 2 دي اكتب على البي تي اتش يعمل لصالح الكالسيوم في البلط اكتب معلش على رقم 2 دي اكتب انه بيعمل لصالح الكالسيوم في البلط يعني بصوا يا شباب يعني هو بعد بصوا اسمعني بس اكتبوا الرقم 2 دي في الكتاب عند الموبيلايزيشن بص يعمل لصالح الكالسيوم في البلط يعني يعني بعد ما الكالسيوم ده يا ولاد ما كان بيزيد في الدم ويروح يقعد فين؟ في البول البي تي اتش ده بقى بيعمل حاجه غريبه جدا ايه هي؟ ان لما يلاقي في حاله بس في حاله بس انه لما يلاقي الكالسيوم قليل بيعمل موبيلايزيشن بيحرك الكالسيوم من البون للبلط
يعني التاني يعني هو وظيفته في الحقيقه انه يزود الكالسيوم فين؟ في البلد. معلش تاني الحته دي على رقم 2 يا اولاد اكتب عليه. ده بيعمل لصالح الكالسيوم فين؟ في البلد. يا اولاد بس معلش اكتبوا على البي دي اتش كتبتوا عليها في رقم 2 بيعمل لصالح الكالسيوم فين؟ في البلد. ان لما الكالسيوم في البلد يكون قليل ساعتها ما يهموش بقى الكالسيوم في البون شكله ايه، ساعتها يحرك الكالسيوم من البون لفين؟ للبلد. يبقى بيعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن. موبيلايزيشن يعني حركه الكالسيوم من البون للبلد. تاني حوالى الفانكشنز بتاعت البي تي اتش، اول حاجه يشتغل على الكدني بيزود الرينال ايه؟ ري ابزوربشن، يعني يزود الامتصاص بتاع الكالسيوم، بس بيزوده بنفسه ولا عن طريق فيتامين دي؟ عن طريق فيتامين دي، عن طريق انه بيعمل اكتيفيشن لمين؟ فيتامين دي. تاني حاجه يا شباب هو بيعمل لصالح الكالسيوم اللي في البلد. ازاي؟ لما يلاقي ان الكالسيوم في الدم قليل يروح محرك الكالسيوم من البون ويوديه لفين؟ للبلد. دي اسمها موبيلايزيشن. فيتامين دي ده بقى ده بيزود البلد كالسيوم برضه زي الباراثيرويد هرمون. ازاي؟ عن طريق انه بيزود الابزوربشن اوف الكالسيوم من الانتست. ازاي؟ عن طريق انه يصنع بروتين اسمه كلب. ايه بقى الكلب ده؟ كالبايندين دي. اسمه ايه يا اولاد؟ عشان تحفظوا اسمه ايه؟ كلب ولا كالبايندين دي؟ كالبايندين دي. يعني ايه كالبايندين دي؟ يعني كالسيوم بايندينج بروتين. يمسك الكالسيوم من الانتستين وينقله من الانتستين لغايه البلد. وكمان بيزود الرينال ري ابزوربشن بتاع الكالسيوم. لكن الوحيد اللي يقلل الكالسيوم في البلد اسمه كالسيتونين. اكتبوا عليه بقى يا اولاد معلش. اكتبوا على الكالسيتونين ده يعمل لصالح الكالسيوم في البول. محذوف؟ الكالسيتونين محذوف؟ لا يوم. لا لا مش محذوف يا اولاد. الكالسيتونين اكتبوا عليه بس يعمل لصالح محذوف. خلاص يا اولاد احاوله خلاص. اكتبوا عليه يعمل لصالح الكالسيوم في البول. يعني ايه يعمل لصالح الكالسيوم في البول؟ يعني مهمته الاساسيه انه يزود الكالسيوم في العظم. ازاي؟ ده يا ولاد اولا بينهبت الموبيلايزيشن اوف الكالسيوم فروم بون. يعني ايه؟ يعني الكالسيوم ده بيبقى موجود في البون ونفسه يروح البلد. الكالسيتونين ده بيشتغل لصالح انهي كالسيوم اللي في البون ولا في البلد؟ في البون. في البون. يبقى يقلل الموبيلايزيشن بتاع الكالسيوم من البون للبلد. يبقى بالمنظر ده يقلل كميه مين؟ الكالسيوم في الدم. وكمان بينهبت الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم. عرفتوه عرفتوه ما عرفتوش او محذوف؟ المهم اللي بعده محذوف ولا لا؟ معانا. يا دكتور مش مشكله لو السنه الثانيه دخلوا الساعه 1 و5 يعني. عايزين ناخد ريست والله. وصلنا والله. والله والله والله. خمس دقايق. 10 دقايق. ريست فين بس يا خمسة بقى خمسة بقى خلاص خمسة وانتوا قاعدين في مكان بس لا احنا مش رابطين خمسة واللي ما رجعش يا دكتور ماشي خمس دقايق واللي مش هيجي